بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من نمبر 1، كلنا في منتهى السعاده منذ لحظات انتهى لقاء ليفربول وفوز مهم جدا ليفربول على بورتو بهدفين دون مقابل في واحده من المباريات المهمه جدا في دوري الابطال، واللي شهد التالق لافت للنظر لمحمد صلاح. اي نعم محمد لم يسجل، ولكنه كان له ادوار دفاعيه وهجوميه مهمه جدا في اللقاء. اللي ما شافش المباراه هيبقى مستغرب جدا من كلمه ادوار دفاعيه. لا، محمد الحقيقه كان عنده اكتر من لقطه النهارده مضيئه في اللقاء، بتقول ان الراجل فت جدا جدا على المستوى البدني على مستوى الذهني. ذهنه صافي جدا وبيلعب النهاردة وهو رايق وهو مبسوط. محمد النهاردة كان بإمكانه التسجيل في أكتر من لقطة وفي أكتر من كرة وأكتر من فرصة، يمكن كمان سجل هدف لصالح ليفربول في شباك إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو، لكنه لم يحتسب بداعي التسلل. هو في شك كبير جدا جدا الحقيقة، برضو حكم اللقاء كان وقف اللقاء كده برضو في كرة كان مشكوك في صحتها إذا كانت هي ضربة جزاء ولا لا على ليفربول، ولكنه في النهاية قال إن الكرة مكملة. دي واحدة من اللقطات اللي خلال هذا اللقاء كان محمد صلاح بيتألق فيها، وماني وفيرمينيو والحقيقة يعني ليفربول النهاردة عمل ماتش جامد جدا جدا. بورتو برضو أهدر فرص، يعني رغم أنه ليفربول راح وسجل مرتين وأهدر هو كمان فرص قدامهم، كمان بورتو حقيقة كمان أهدر أكتر من فرصة، وكان بإمكانهم على الأقل حتى كمان يخرجوا من المباراة ديت وهم مسجلين هدف. على كل هي دي النتيجة اللي احنا عايزينها، وهو ده المستوى اللي احنا عايزين فيه محمد صلاح. مش شرط انه يسجل، مش شرط انه يسجل، انما شرط ان هو يكون ذهنيا صافي ويكون ذهنيا لائق، ويكون الحاجات اللي احنا شفنا فيها النهارده محمد صلاح تشعر بشكل كبير جدا جدا انه الهدف اللي سجله في شباك ساوثهامبتون المباراه الماضيه، والهدف اللي وصفه يورجن كلوب المدير الفني للفريق انه هدف عالمي، رجع محمد صلاح بشكل كبير جدا جدا انه يلعب وهو فايق وهو رايق في اللقاء. على الجانب الاخر برضو كان في لقاء تاني بيتلعب ما بين مانشستر سيتي وتوتنهام. يمكن الحقيقه يعني لم يسعفني الحظ ان انا اتابع لقاء توتنهام، لاني كنت بتابع لقاء ليفربول، فشايف الطريقه والاسلوب والاداء كان عامل ازاي، لكنه في النهايه لقاء توتنهام انتهى بمفاجأة كبيرة جدا بفوز توتنهام بهدف دون مقابل على مانشستر سيتي. مفاجأة ليه؟ مفاجأة لأنه السيتي غول بيبلع أي فرقة الحقيقة، وشفنا احنا في الدوري الإنجليزي طريقته وأداؤه عاملة ازاي، حاجة فعلا مرعبة. فأنت النهاردة بتخسر بهدف من توتنهام، دي مفاجأة كبيرة جدا جدا. لكن اللي كان عارف قبل كده اللقاء وعارف انه الماتشات اللي شبه كده بيبقى فيها ندية كبيرة جدا جدا جدا. على كل ده بالنسبة للقاءات النهاردة كده في دوري الأبطال، ليفربول وفوز مهم جدا على بورتو. خد بالك انه ليفربول المحطة اللي جاية في منتهى الصعوبة، لانه اللي هيقابل اللي كسبان من ماتش برشلونة ومانشستر يونايتد اللي هيتلعب بكرة ان شاء الله بإذن الله الساعة 9 لقاء برشلونة. طبعا ايا ما يكون، يعني لو فاز مانشستر يونايتد هتبقى مباراة صعبة، لو فاز برشلونة هتبقى مباراة أصعب بكتير بمراحل يعني على ليفربول. طبعا احنا هنا طول الوقت برشلوني جدا جدا، وطول الوقت بالنسبة لي ميسي حاجة عظيمة، بس في الحالة ديت حقلب ليفربولي جدا جدا، عشان طبعا محمد صلاح في لقاء زي ده إذا حصل إن شاء الله بإذن الله ووفق ليفربول في المباراة المقبلة، ووفق برضو برشلونة في المباراة المقبلة، كله قدام أبو صلاح يبقى في تنازلات. يعني دي جزئية مهمة جدا في دوري الأبطال. قبل ما أروح لتسعين ثانية، النهاردة في مستجد فيما يتعلق بموضوع مباراة الأهلي. يمكن احنا امبارح اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا انه الأمن الموافقات كانت الأول على 10,000، انت النهاردة بتتكلم في 30,000. دي الموافقة الرسمية اللي خرجت النهاردة من وزارة الداخلية، 30,000 هيساندوا ويشجعوا النادي الأهلي في لقائه المقبل أمام صن داونز. وتخيل إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله نبقى عند النادي الأهلي الروح، القدرة والقوة. مسألة بقى ان انت تعرف تكسب وتكسب بفارق كبير، دي احنا قلنا ان هي عوامل كتير جدا جدا، بتحتاج 5 يعني عشان تجيب 5 يعني، معنى صح يعني هتبقى في عوامل كتير جدا جدا انت بتبقى محتاجها في اليوم ده، ان هو يبقى يومك وما يبقاش يوم الخصم خالص، يعني لازم الخصم ده يبقى مظلم عشان تكسبه 5، ويومك ومن اللحظة الاولى المساندة والتشجيع والحاجات اللي شبه كده مهمة جدا جدا جدا، بس في النهاية اللعيبة اللي موجودة في أرض الملعب. معرفش هل الأهلي يقدر يعمل ده ولا لأ. الكرة علمتنا أنه مفيش حاجة مستحيلة، وشفناها في مشاهد كتير جدا جدا.
بس الحقيقه انا مش هكدب عليك، والواحد بيبقى دايما محمل بمسؤوليه متعلقه بحاجتين. الحاجه الاولانيه الناس تقول لك ايه، ما تقعدوش بقى تعبوا الامل للناس في ازايز وتقولوا لنا الاهلي يقدر ومن الاهلي ما يقدرش وانتوا اللي عملتوا وانتوا، والناس في الاخر بتيجي تعاملك انت على ان انت مثلا كنت انت المدير الفني للنادي الاهلي وانت المدير الفني للنادي الزمالك. يعني يا جماعه احنا مش كده، احنا بنسر التاريخ بنتكلم في الكوره، ولو انت مثلا ما كانش فيه اللهجه المتفائله ديت او اللهجه اللي ليها علاقه بانه الكوره فيها، وده الحقيقي وده مش كلام بيتقال وخلاص، لو ده مش موجود هيقول لك ايه؟ لو انت بتقول ان المباراه صعبه يقول لك ادي يا سيدي الاعلام، النادي الاهلي محتاج مسانده وده بيمثل مصر والناس ما بتساندوش. فانت بتبقى يعني كلامك بيبقى لازم يبقى بتحاسب عليه ويبقى موزون جدا جدا في الجزئيه ديت علشان يبقى واصل للناس بشكل سليم، اللي هو الماتش صعب جدا جدا بس ما فيش حاجه مستحيله، في نفس الوقت انه امكانيات وقدرات اللعيبه هي اللي تقدر تعمل ده في المباراه. هو ده اللي انا ان شاء الله باذن الله بعول عليه. الدقائق الاولانيه هتفرق كتير جدا ان شاء الله باذن الله مع النادي الاهلي. على الجانب الاخر اذا كنا بنتكلم على نادي الزمالك ومباراته الافريقيه امام حسنات اغادير، فهو افضل حظا من النادي الاهلي لانه لقائه كان انتهى بالتعادل السلبي. بس هل كده هو كده وخلاص؟ لا طبعا، لانه ماتش العوده هيبقى صعب جدا جدا وعلى الزمالك انه يكون مركز بشكل كبير جدا. ايه اللي حصل النهارده؟ تعالوا نشوف مع حضراتكم في 90 ثانيه وبعدين نرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. طيب عندنا ايه النهارده في نمبر 1؟ ضيف يضيف حضراتكم نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني السابق لسموحه. هيبقى عندنا كلام كتير جدا معاه فيما يتعلق طبعا بالمسيره اللي بيحصل في الدوري المصري زي ما متعودين دايما، ويبقى في عندنا حوار اكيد مهم جدا عن بطوله الامم الافريقيه، ده في الجزء الثاني بمشيئه الله. قبل ما نروح بس الموضوع طاقم التحكيم بتاع ماتش الزمالك والمصري، انت النهارده لما بتشوف حاجه كويسه في جزئيه انه بطوله الامم الافريقيه، يعني زمايلنا في الاعداد يجيبوا لنا الصور بتاعه مطار القاهره واستعداده لقبول واستقبال الوفود، هي لما انت بتشوف حاجه منظمه تشوف انه البلد والناس قرروا واللجنه المنظمه قررت انه يبقى في صاله وصول، الصاله دي مخصصه للوفود اللي جايه علشان القرعه، فخصصوا صاله 4 ده في المطار مطار القاهره. مش كده وبس، حقيقه انه مزين الموضوع بشكل كبير جدا جدا، اعلام كل الدول، بانرز لكل الدول المشاركه ال 24 منتخب اللي مشاركين في بطوله الامم الافريقيه، وحاجه يعني بامانه شديده تشعرك بالفخر. والتفاصيل الصغيره دي احنا دايما مفتقدينها، يعني انت لما بتيجي دايما بتتكلم في الواسع كده، احنا هنستقبل بطوله الامم وتقول يا ابو العلا خلينا بقى نركز في الكلمتين بقى، بلا يمين بلا شمال بقى. ف
فلما احنا بقى بنقعد نتكلم مع حضراتكم في اللي قدامكم ده ده المهم بالنسبه لي، نتكلم دايما في الواسع بقى، ما بيبقاش عندنا التفاصيل. اللي قدامنا دي تفاصيل، لما بتشوف ده واحنا مش متعودين ان احنا يبقى عندنا الاهتمام بالتفاصيل دي، احنا بنتكلم بامانه شديده. فما انت تشوف ده المشهد اللي قدام حضراتكم ده وتبقى مبسوط جدا ببلدك، تفاجأ بردود افعال انا ما شفتهاش في حياتي. يعني انا ببقى فاهم ان انت مثلا ايه، تبقى متضايق، تبقى زعلان علشان فرقتك خسرانه، علشان مش عارفه ايه. انما لما تشوف بلدك بالشكل ده، يعني فلاقي واحد داخل مثلا، انا شيرت عملت شير على صفحتي، فلقيت واحد كاتب اللي هو يعني مش عاجبه، ان شاء الله باذن الله تبقى بيقول كده، تبقى يعني افشل بطوله، في افشل بطوله تحصل. انا ما بتخيلش انه في ناس بتعيش معانا في نفس البلد دي وما بيتمنولهاش حاجه تانية غير الخير. مالك يا عم، في ايه زعلان من ايه؟ هو انت ما بيعجبكش العجب؟ اصل هو مش واحد بس، هي فئه بقى. يعني انت الحلو بتشوفه حلو ازاي؟ يعني امتى بتشوف الحاجه حلوه؟ يعني احنا بننتقد الناس دايما لما ما بيكونش في تنظيم، في اكتر من صوره حاولوا تجيبوها لنا يا شباب، لما ما بيكونش في تنظيم، لما ما بيكونش في اجتهاد، فالحاجات دي بتضايقنا. لما تشوف الناس بتشتغل بجد وبضمير وبتعمل حاجه كويسه عشان خاطر البلد وعشان خاطر شكلنا، احنا هنا بتوع كوره وبتوع رياضه، فبنتكلم في الشق اللي يخصنا في الرياضه، ويهمنا انه يتصدر دايما صوره ايجابيه. لا مش احنا هو احنا نفس الناس اللي قلنا ازاي اتحاد الكوره يخلي لنا الماتش بتاع القمه بالشكل ده، وكان ممكن بالامكان انه ياجله ياخره يقدمه يعمل اي حاجه بحيث انه يتفادى اللي حصل ده. يعني كنا بنتكلم على شكلنا، انه الشكل بتاعنا يبقى كويس. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ما فيهوش اي نوع من انواع الممالئه ولا الرياء ولا النفاق. ولو انا هنافق هنافق مين؟ هو انا اعرف مين في اللجنه المنظمه؟ وانا لو هنافق هنافق ليه اصلا؟ ما هو انا مصلحتي ان انا اشوف الحاجه كويسه. فلو حد عمل حاجه وحشه انا اصلا دوري ان انا اقول له ده وحش، ايه التنظيم الوحش ده؟ البشائر كويسه يا جماعه، فما تخلوش حد ياثر علينا. السوشيال ميديا ليها دور ودور كبير، ما هوش قليل الحقيقه. بس انا بيصعب عليا لما بلاقي الناس مثلا في الدول العربيه الشقيقه بيعملوا اي حدث من الاحداث الرياضيه، ماتش مثلا او استقبال لوفد ما او اي حاجه من الحاجات ديت، فبلاقي الناس عندنا في مصر منبهره جدا باللي بيحصل. اتضايق قوي بقى. طب بالنسبه لكم الكلام ده مش حلو؟ الصور اللي قدامكم دي، ده مش شكل يفتح النفس، ده مطار القاهره على فكره، دي صاله 4، ده التنظيم بتاع اللجنه المنظمه المصريه اللي فيها شباب مصريين بيشتغلوا، البانرز اللي محطوط في كل حته والمكان واللي شكل الاستقبال والحاجات اللي شبه كده. فبيصعب عليا ان احنا بنفتح بقنا قوي وننبهر فقط لا غير لكل ما هو غير مصري. يعني وتيجي عند الحاجات الحلوه اللي بتتعمل الاقي الناس بتكتب، طب يا جماعه خدوا بالكم يا اخوانا، خدوا بالكم انه الكلام اللي احنا بنكتبه الناس برضو بتشوفه، والناس بتبقى برضو يعني اقول لك ده انتوا كلام ما ينفعش. الحقيقه يعني بشد على ايد الناس كلها، اللجنه المنظمه، وان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا انه هيطلع بطوله الامم، هتطلع بطوله الامم بالشكل اللائق. اتمنى بس كل ما اتمناه انه الناس اللي بتتابع واللي بتشوف تبقى بتتابع وبتشوف بعين المحب وفي نفس الوقت عين الناقد، ننتقد علشان بلدنا نشوفها احسن، عشان واجهتنا الرياضيه نشوفها احسن. انما انا اسف في التعبير، جو الهري ده ما منوش لازمه، جو انك تقعد تتفزلك على نفسك ده ما منوش لازمه، جو انك تقعد تقول اراء لمجرد الاعتراض، خلقت لكي اعترض، ده برضه ما منوش لازمه، لا هيفيدك ولا هيفيد حد، بل بالعكس له ضرر. لما انت تكون لوبي ضد الناس اللي بتعمل حاجه كويسه، يا اخي كوره ورياضه مفيش احسن من كده حاجه انت ممكن تتفرج عليها. انا لما اللقطه دي تتشاف في كل حته في العالم مش تبقى حاجه كويسه؟ انا رحت القرعه بتاعت روسيا بتاعت كاس العالم، شفت استعدادات الناس كانت عامله ازاي،
وشفت مدى اهتمامهم بالتفاصيل كانت عاملة ازاي. فلما احنا بنشوف الناس برضو مهتمة عندنا بالتفاصيل بتتبسط. يعني لما تشوف مثلا هم عاملين ساعة كانت في قدام في اكبر ميدان، مش فاكر الميدان ايه كان اسمه ايه، قدام الكريملين، برافو عليك يا احمد، قدام الكريملين. الساعة ديت عد تنازلي لحد وقت انطلاق البطولة من يوم القرعة موجودة بالتميمة بالحاجات اللي شبه كده. فانت لما بتشوف الناس دي بره في روسيا، روسيا عملت واحدة من امتع واهم بطولات كاس العالم اللي جت بشهادة الكل من حيث التنظيم. يعني هي فعلا عملت مثال يحتذى للبطولة دي. وبالمناسبة لما كنا في روسيا ساعتها كان في اختلاف كبير جدا في وجهات النظر ما بين المسؤولين الروس، لانه برضه هي نفس الموضوع. انتوا بيبقى عندك لجنة منظمة من الدولة، واللجنة اللي بتتولى ايضا التنظيم هي من الفيفا من الاتحاد الدولي. فكان في مشكلة كبيرة جدا جدا في التنسيق والتنظيم ما بينهم، وكان يعني قعدوا مع بعض اكتر من جلسة، وكنا سامعين انه البطولة دي قد لا تكون على المستوى المأمول. ده كلام احنا سمعناه هناك من روس، من ناس روس هناك. فتطلع بطولة كاس العالم دي هي واحدة من البطولات الأكثر تنظيما على الإطلاق، واستقبالها لدولة باتساع رقعة روسيا ده مش موضوع سهل خالص خالص، ولا بالسيستم اللي هم قرروا ان هم يعملوه. اي نعم شحطوا ومرمطوا الناس ما بين البلدان اللي موجودة جوه روسيا، بس هو كان عندهم هدف سياحي انه يخلوا حالة من حالات الرواج السياحي تحصل في كل انحاء روسيا. وروسيا طبعا زي ما حضراتكم عارفين دولة من الدول الكبيرة جدا جدا على مستوى المساحة. على كل نتمنى ان شاء الله باذن الله الامور تمشي كويس بالنسبة لنا في بطولة الامم الافريقية. نروح بقى الموضوع الزمالك والمصري. انت دلوقتي انا كان معانا امبارح الست اللي هو ثروت سويلم، وقال كالتالي، قال ماتش الزمالك والمصري الزمالك هيبعت لنا على النهارده، بقى الكلام كان امبارح، على النهارده الزمالك هيبعت الفلوس، اول لما يبعت الفلوس هيبقى فيه طاقم تحكيم اجنبي. ده الكلام اللي اتقال. واذا الزمالك لم يسدد فده معناه انه الزمالك مش عايز حكام اجانب، وبالتالي هيبقى حكام مصريين. ماشي كده. فخليني اقول لكم انه مع هذا يعني مع هذه الحاله من حالات الجدل والانقسام، وطب هنجيب طاقم تحكيم ايه، الاقرب هو طاقم تحكيم عربي. تاني كده، الاقرب طاقم تحكيم عربي تونسي، مفيش اكتر بقى من كده معلومه. ليه بقى ليه في الجزئيه دي؟ واضح ان هم ما قدروش يتواصلوا او يتوصلوا الى حد من الحكام الاوروبيين في هذا التوقيت. دي الجزئية المتعلقة بطاقم التحكيم اللي هيحكم لقاء الزمالك والمصري. يبقى طاقم تحكيم تونسي، طاقم تحكيم تونسي. احنا حكينا بقى القصة بتاعت الحكام والتحكيم والكلام ده كله، واتكلمنا فيها كتير جدا جدا. ماشي، دي الجزئية المتعلقة بالموضوع ده. لينا خلص معاكم بس اخبار اتحاد الكوره قبل ما اروح لاخبار النادي الاهلي واخبار الزمالك. مهاجم الحرس اتوقف ومدافع الاسماعيلي واداري سموحه، وتغريم كريستيان جروس 15,000 جنيه. ده اجمالي العقوبات الموقعه خلال الاسبوع ده من الدوري. امام عاشور لاعب الحدود اتوقف ماتشين وغرامه 5,000 جنيه، سلوك غير رياضي تجاه الحكم. ايقاف محمد مجدي لاعب الاسماعيلي مباراه واحده طبعا لمنع هدف مؤكد في مباراته امام بيراميدز وحصوله على طرد. ايقاف عبد الباري المليجي اداري سموحه مباراه للطرد والامتثال للقرار. اللجنه كمان غرمت كريستيان جروس 15,000 جنيه بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراه سموحه. كان في مشكله طبعا في ماتش الاسماعيلي والمصري، لان هو كان هيتلعب على استاد السويس، استاد الجيش بالسويس، وده متزامن مع نفس ميعاد مباراه الزمالك وحسنيه اغادير اللي هو برده كان هيتلعب او هو اللي هيتلعب على استاد الجيش بالسويس. النهارده خلاص لجنة المسابقات حصلت على الموافقات الأمنية، واللقاء هيتنقل هيبقى في بتروسبورت. يبقى بتروسبورت هو اللي هيستضيف لقاء الإسماعيلي والمصري. دي الجزئية المتعلقة بالموضوع ده. إتو وعماد متعب هم اللي هيسحبوا قرعة بطولة الأمم الإفريقية 2019. هيبقى في كمان أسماء مهمة جدا هتبقى موجودة زي مصطفى حجي ويايا توريه وصامويل إتو وعماد متعب كمان نجم منتخبنا الوطني. عيسى حياته مش هيبقى موجود طبعا نظرا لعدم توجيه الدعوه له من الكاف. طيب خلينا نروح بقى
لتقرير عن سوق الانتقالات المحلية في الكرة المصرية، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم ونروح لأخبار النادي الأهلي. يلا بينا. الكرة المصرية هذا الموسم حالة لم تشهدها من قبل على صعيد سوق الانتقالات، حيث لم يبرز أي لاعب حتى الآن من الممكن أن يكون محط صراع سوق الانتقالات المقبلة ما بين الأهلي والزمالك والوافد الجديد بقوة بيراميدز، على عكس المواسم السابقة التي كانت تشهد أكثر من اسم يصبح محط أنظار القطبين والصراع الكبير في سوق الانتقالات الصيفية. وفي السنوات الماضية شهدت الكرة المصرية صراعا منقطع النظير بين الأهلي والزمالك على لاعبين بعينهم، مما تسبب في رفع قيمة الانتقالات لأرقام غير مسبوقة، وهو ما تجلى في يناير قبل تحديدا بداية عام 2018 عندما تصارع القطبان على المهاجم صلاح محسن من إنبي، وبلغ سعره ما يفوق 37 مليون جنيه مصري ليصبح أغلى انتقال ما بين ناديين مصريين في التاريخ. لم يتوقف الأمر عند صلاح محسن فقط، ولكنه امتد إلى يناير الماضي، حيث تعاقد الأهلي أيضا مع حسين الشحات بما يقرب من 5 ملايين دولار ليصبح أغلى لاعب مصري في التاريخ، ولكنه انتقال من فريق أجنبي وهو العين الإماراتي إلى الأهلي. ومنذ انتهاء سوق الانتقالات الشتوية لم يبرز أي اسم من الدوري المصري ليخطف أنظار الأهلي والزمالك وبيراميدز، الثلاثي الأقوى ماليا في الكرة المصرية. ومع اقتراب نهاية الموسم ينتظر الجميع هل سيبرز اسم يخطف الأنظار خلال الفترة المقبلة ليصبح محل صراع بين القطبين الكبيرين، أم تشهد الكرة المصرية واحدا من أكثر أسواق الانتقالات في السنوات العشرين الأخيرة كسادا، وهو ما يكاد يكون متوقعا بعد الانفاق الرهيب من الأندية في السنوات الأخيرة. طيب، أخبار وتفاصيل مهمة جدا في النادي الأهلي هنبتديها مع حضراتكم بعد الفاصل السريع اللي جاي، خليكم معنا. 11 راجل في الملعب أهلاوي، 90 دقيقة على المكسب أهلاوي، نلعب لنادي الوطنية أهلاوي، الفوز ده ليك حاجة عادية أهلاوي. كنا يمكن اتكلمنا مع حضراتكم في خبر متعلق بسعد سمير، وقلت لكم ان ده خبر صادم جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ولحد ما الخبر اصبح محققا يعني. وانا حقيقه بتمنى كل الشفاء لسعد سمير، واحد من اللعيبه المحترمه جدا جدا ومجتهد ويعني راجل في الملعب زي ما بيتقال. الاهلي بيناقش علاج سعد سمير في المانيا بعد اصابته طبعا بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وسعد من الشخصيات اللي بيعرف يتعامل مع الحاجات اللي زي كده، يعني بيعرف يتعامل مع الامور اللي شبه كده، وانظر لها دائما على ان هي شيء طبعا قضاء وقدر، والرضا بيه ده جزء مهم جدا جدا كمان. هو هيحتاج للعلاج لمده علاج 4 شهور، ده وفقا لتاكيدات الهيئه الطبيه اللي بترأسها الدكتور الكبير دكتور احمد عبد العزيز. مسؤولي النادي الاهلي بيحاولوا ان هم يقلصوا فتره تاهيل اللاعب الدولي خلال الفتره ديت طبعا، ومن خلال الوسائل الجديده المستحدثه. الاهلي دايما عنده مشكله في موضوع الاصابات ديت في قصه خط الظهر، وكان مع الكابتن حسام البدري برضو نفس الموضوع. انت بتتكلم يعني كل ما يبقى مثلا ايه سعد سمير يرجع ويبقى موجود جنبه ياسر ابراهيم والدنيا تبقى ماشيه كويس، وايمن اشرف يبقى موجود، تحصل لا قدر الله اصابات سعد سمير، قبليه كان ايمن اشرف، سليف كولوبالي جه ومشي،
فدايما قلب الملعب بالنسبه للنادي الاهلي عنده في اصابات وغيابات كان الله في العون. انتوا عارفين برضو محمد نجيب ده من اللعيبه الرجاله اللي انا بحترمها جدا جدا، ولكنه واضح انه ما بقاش يعني في دور معين بيقوم بيه مع لاسارتي. ناصر ماهر وعاشور ومحمد الشريف هيبقوا، ناصر وعاشور مش هيبقوا موجودين في القائمه، انما هيبقى موجود في قائمه النادي الاهلي للقاء الغد بمشيئه الله امام مصر المقاصه محمد شريف. احنا لسه كنا بنسال على محمد شريف، اكتر من حد من ضيوفنا كان بيتكلم على محمد شريف. في لعيبه كتير في النادي الاهلي الحقيقه لازم بقى ليها ظهور، يعني بتكلم على محمد الشناوي وعلي لطفي، ودي القائمه بتاعت النادي الاهلي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير واحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعه وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمود وحيد وعمرو السلاي وكريم ندفد وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي وصالح جمعه وجونيور اجاييه ووليد ازارو وصلاح محسن ومحمد شريف. في تغييرات في تشكيله النادي الاهلي هتحصل طبعا اكيد بعد النتيجه اللي الاهلي اتعرض ليها امام صن داونز. ممكن لاسارتي يدفع بحسين الشحات وصالح جمعه على حساب جونيور اجاييه وناصر ماهر. الشحات المفروض ناخد فرصه اكبر من كده بكتير، وانه يتساب في الملعب فتره حتى ولو هو مش موفق، لازم الراجل يبقى عنده القناعه انه اللعيب ده مدفوع فيه فلوس كبيره وكتيره، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو يستحق. النادي الاهلي مش جايب لعيب من على القهوه. حسين الشحات المجهود اللي بذله والتالق اللي بذله واللي ظهر عليه في العين الاماراتي يقول ان هو لعيب كبير، لان هو ما كانش بيلعب في حته مثلا مش متشافه او في حته مش معروفه او انت مش شايف امكانياته او انت ما شفتش هو عمل ايه في بطوله العالم للانديه قدام فرق كبير وليها باع انت شفت، وبالتالي ده معناه ان هو عنده كتير. فالمساله كلها ليها علاقه بانه ياخد الفرصه. طيب مهم جدا، انا معايا على التليفون سياده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم. برحب بحضرتك يا فندم معانا مره تانية، ودايما بنستنير بارائك في الاوضاع الصعبه شويه اللي احنا بنعيشها. ربنا يخليك يا رب وكله كويس الحمد لله يا سياده اللواء. الحمد لله. طيب بسال حضرتك الجزئيه الاولانيه، الموافقات الامنيه على حسب ما جالنا الخبر انه 30,000 للقاء الاهلي وصن داونز. حضرتك قول لنا بقى الموضوع بتفاصيله وما وصل اليه الامر من خلال التعاون ما بين النادي الاهلي والاتحاد المصري لكره القدم ووزاره الداخليه. والله يا كابتن ابراهيم انا كنت قلت لحضرتك امبارح ان طبعا تدخل الكابتن هاني ابو ريده مع الامانه العامه للقوات المسلحه كان في حرص. الامانه العامه كان في غلق الاستاد برج العرب لمده شهرين، وجهنا لهم الشكر والتقدير طبعا ان هم وافقوا ان يتلعب ماتش النادي الاهلي وداعمين للنادي الاهلي في المباراه الصعبه يوم السبت. كان في طبعا دعم امني غير طبيعي من وزاره الداخليه على قدر ان كان في موافقه امنيه ب 10,000 متفرج في لماتش الاهلي، تم رفع العدد ل 30,000 متفرج. يمكن ناس بتتكلم تقول لك 30,000 الناس دي مش في كاس امم جايه والمفروض يبقى الملاعب مليانه بالمتفرجين، الكلام ده هيتم ان شاء الله في كاس الامم، لكن انت قدام الفتره اللي جايه دي بتبقى حريص جدا على ان العدد الجماهير ما يثيرش اي مشاكل، اي حاجه هتحصل في الجماهير او في المدرجات في الفتره اللي جايه هيكون ليها مردود فعل يعني قدام العالم كله اللي مستني يشوف كاس امم. يعني اعظم تنظيم هيتم ان شاء الله كابتن ابراهيم في افريقيا هيكون كاس امم 2019. فبنشكر جهاز الامن وبنشكر كل الامن المصري، وبستغل في وجودي في برنامج حضرتك. اتفضل. احنا بنعزي الشهداء بتوعنا، في النهارده 2 شهداء وامبارح اول امبارح النقيب ماجد عبد الرازق. أيوه. ومن اسبوعين النقيب احمد صلاح المسلمي. النهارده استشهد شهيد شاب النقيب محمد احمد اسماعيل بلدياتي من ابو محمد شرقيه وابن بلدي، وانا بتشرف ان انا من بلده ومن مركزه ومن محافظة الشرقية العظيمة اللي بتخرج يعني رموز عظيمة جدا. استشهد 27 سنة في سينا، يعني بنعدي أسرته وبنعدي الشرقية كلها، وبنقول رسالة للناس كلها، هي دي الشرطة وهي ده جهاز الأمن الحريص جدا على إنه يحمي البلد ويأمن البلد. بنشوف في يتساقط ضباط الشرطة شهداء، يعني كل أسبوع شايفين شهيد شرطة. كل ده لازم، عشان كده بنقول بنتمنى الدعم الكامل للشرطة من خلال برنامج كابتن ابراهيم. انا عارف برنامج رياضي، بس انا برضو انا نائب عن الشرقيه ومحافظ الشرقيه. يعني انا مقدم طلب كده، يا رب كده كل الاعلام يدعمنا فيه. نعمل صندوق اسمه صندوق الشهيد. صندوق الشهيد عشان لما يتوفى شهيد
احنا بنقعد نحزن عليه شهر واثنين وثلاثه، وبيبقى في تفاعل وبيبقى في دعم لاسرته، بعد كده الدنيا تلاهي يا كابتن ابراهيم. ده دور مجتمعي محترم، وانا كبرنامج رياضي يشرفني حاجه زي كده. انا كل ما له علاقه بالمجتمع ده اللي يهمني، انا ما بتكلمش في السياسه ودي مش سياسه، ده دور مجتمعي. فطبعا نرحب بالمبادره بتاعت حضرتك ديت. بص يا كابتن ابراهيم، انا قدمت الكلام ده للدكتور علي عبد العال، انا بقول لحضرتك بس يعني نتكلم على الامن، فلازم نقول برضو ان الامن على قد الجهد اللي بيتبذل وعلى قد الجهد، والناس اللي في السوشيال دي لازم نبقى واقفين جنبهم. لما اسره الشهيد دي بتحس ان ابنها وعائل الاسره كله رحل، لازم يبقى في حاجه تامن اسرته، حتى معنويا صعب جدا لكن على الاقل ماديا لاسره تكفل لهم حياه كريمه، يعني تكفل لهم حياه كريمه، ده مهم. صحيح، فبعزائنا لاسر الشهداء واسره الشهيد النقيب محمد احمد اسماعيل. يا رب اللهم امين، ربنا يغفر لهم ويرحمهم يا رب ويثبت ويصبر قلوب اهاليهم. طيب خليني بقى اسال حضرتك كمان في جزئيات اخرى فيما يتعلق بالزمالك، هل الزمالك طلب انه يبقى في مساواه بنفس عدد الجمهور ولا ما اتكلمش في الجزئيه ديت، ولا الموافقات الامنيه هتبقى على 10,000؟ برضه حضرتك نور لنا الطريق في الموضوع ده. بص يا كابتن ابراهيم، يعني الماتش الاهلي وماتش الزمالك كان الاثنين في السويس وكان الاثنين ب 10,000. لما تلاقي الماتش النادي الاهلي استاد برج العرب، الساعه الجماهيريه في استاد برج العرب بتختلف عن السويس. وكان مطلب النادي الاهلي يعني حرص كامل، يعني محتاج جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي محتاج جمهوره في ماتش زي كده. الزمالك ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه، النتيجه مطمنه، لكن النادي الاهلي في اشد الحرص ان الاستاد كله يكون موجود فيه جماهير النادي الاهلي، وانت عارف حضرتك بيبقى ليهم يعني مردود كويس جدا بالنسبه للعيبه. فالنادي الاهلي اللي طلب ان زياره الجمهور، كان طالب اكتر من كده يمكن على قدر المستطاع. بنشكر وزير الداخليه اللي هو محمود توفيق، اللي هو جمال عبداري، اللي هو محمد الشريف مدير امن اسكندريه، وكل اجهزه الامن على ان هم وافقوا على 30,000. يمكن احنا بنحاول برضو عشان يعني نطمن جماهير الاهلي، بنحاول كطلب اداره النادي الاهلي النهارده ان يزيد العدد شويه، لكن انا بقول لحضرتك يعني تحت الدراسه، لكن الحالي دلوقتي 30,000. نادي الزمالك على ساعه استاد السويس ال 10,000 يعني ان شاء الله يكونوا داعمين لنادي الزمالك، وربنا يوفق النادي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب بالامس حضرتك قلت لي انه الزمالك سدد المستحقات المتعلقه بطاقم الحكام القديم اللي هو بتاع سموحه، وقلت لي ان النهارده هيصل مندوب من نادي الزمالك يدفع المستحقات المتعلقه بطاقم التحكيم اللي هيحكم الماتش اللي جاي. حضرتك برضو قول لنا الموقف بقى عامل ازاي دلوقتي. والله بالفعل يا كابتن ابراهيم، انا قلت لحضرتك كده امبارح، وكان المفروض النهارده، ولكن في مستجدات ان كابتن عصام عبد الفتاح حاول مع كل الدول الاوروبيه عشان يجيب طاقم حكام اجنبي، لان نادي الزمالك طالب اجنبي مش طالب عربي، ولكن لما تعذر الامر، مش تقليل من شان الحكام المصريين، ولكن حرصا على ان احنا نعدي الامور كده، وحرصا على ان يتم المرحله اللي جايه دي. اي نادي محتاج طاقم حكام اجنبي او عربي، احنا اتحاد الكره ما عندوش ادنى مشكله. فبالتالي اخطرنا نادي الزمالك ان الحكام ما فيش حكام اجانب، في حكام عرب وفي نادي الزمالك، وبالتالي يعني هيتم مخاطبتهم بكره بالمقابل المادي، لانه بيختلف عن الحكام الاجانب، وما فيش ادنى مشكله في موضوع دفع، لان انا ما كلمناهم الشيك اترد، كان تاني في نفس اليوم اتبعت قيمه الشيك بالكامل. طيب انا يعني ايه، انا ما بحبش ابقى ادخل حضرتك في حاجات يعني تفاصيل ليها علاقه اكتر، بس ايه استحملني بقى في اللي انا هقوله معلش دلوقتي. ما عنديش مشكله. قيمه التكلفه بتاعه الحكام العرب بحسب الاتفاقيه اللي ما بيننا وما بين تونس 5,000 دولار، 4,000 شويه توصل ل 5,000. اتحاد الكوره ليه بيطلب من الناس 15,000؟ ايه السبب؟ يعني يمكن احنا سالنا حد من اتحاد الكوره له علاقه باللجنة، عضو في اللجنة برضه عشان ابقى امين وانا بطرح لحضرتك الموضوع، قال احنا بنعمل كده علشان نصعب على الاندية ان هي تطلب حكام عرب او اجانب. وبالتالي هو السؤال فرق السعر ده ليه؟ هو ده السؤال. حضرتك بقى اتفضل يا فندم لو عندك اجابة في الجزئية دي، لو انا مش بحرج حضرتك او بدخلك في تفصيلة تانية حضرتك مش عايز تتكلم فيها اطلاقا. طبعا مفيش احراج، لكن انا اتمنى زي ما حضرتك بتقول عضو في لجنه الحكام قال كده، اتمنى ان هو لو عنده الشجاعه يقول الكلام ده على لسانه، لان الكلام ده غير صحيح بالمره. احنا لما بناخد الفلوس من النادي ما بناخدش من النادي، ما بيستقطعش جزء منها عشان لاماكن ثانيه او لحاجه ثانيه، لا، المبلغ بيجي في تذاكر طيران، في اقامه، كل ده شامل المبلغ اللي بيدفع من النادي. مفيش ادنى
وجه للصرف غير استخدام الحكام سواء عربي او اجنبي. عشان كده بقول لحضرتك ال 5000 دولار اللي بيتكلم فيهم ايا كان حكام عرب من اي دوله وضع مش عاوز اقول لك مختلف تماما. على فكره كابتن ابراهيم التذاكر اللي بيجيب التذاكر الحكام يعني الحكم بيحجز تذكرته من تونس او من الجزائر او من المغرب لما يكون حكم عربي وبياخد المقابل بتاعها من هنا فبيحاسب هنا بيحاسب بسعر بلده. لما يجي يتكلم ويجيب الفاتوره بالكلام ده ب 2000 دولار ما تقدرش تقول له لا لانك انت جبته في وقت صعب جدا. فبالتالي بقول لحضرتك المقابل اللي بيدفع للحكام بيصرف على الحكام وبيصرف على استخدام الحكام دول. الاخ اللي بيتكلم ده انا اعتقد ان هو راجل غير مسؤول لان هو ما قالش الحقيقه. لو قال الحقيقه اقول لك عادي جدا الموضوع كده بس احنا فيه بندخلها في صندوق الحكام الكلام ده. لكن انا بقول لحضرتك لا كلام مغلوط تماما وغير صحيح. وانا بقول لحضرتك وانت عارف ان انا يعني معلش يعني ما بعملش حساب لحد ما بقولش غير الحقيقه وبس. انا بقول لحضرتك لا التكلفه فعلا بتقارب بالمبلغ اللي بيدفع من النادي سواء للحكم الاوروبي سواء الحكم الاوروبي او الحكم العربي اللي لان خلي بالك حضرتك كابتن ابراهيم الحكم انت بعت تجيبه هو عارف كويس قوي انك انت محتاجه ومزنوق فيه لان الوقت ضيق بالنسبه له. فهو عاملين سعر برضه لحكامهم. احنا برضه حكامنا يمكن محمود البنا بكره في السودان حكامنا كلهم بره برضه بيتحاسبوا بنفس الكلام اللي احنا بنعمل بيها كابتن ابراهيم. يعني احنا برضه مغالين جدا او انت لما بتغلي سعر الحكم المصري بتديله قيمه اكتر. هم بيعملوا معانا كده برضه يعني الموضوع ماشي. والكابتن عصام برضه خلي بالك حضرتك عضو في لجنه الحكام الافريقيه يعني الاتحاد الافريقي. فبالتالي الموضوع ده كابتن لا في لغط شويه. وانا لو يعني لو تحب حضرتك او النادي المفروض النادي لو عنده شك لحظه انه بيدفع اكتر من قيمه الحكام يواجهنا بالكلام ده. طيب ده كلام مهم جدا جدا والرد على الجزئيه دي مهمه لانه انا طرحته هنا عندي في البرنامج وكنت فعلا محتاج رد ولاني للاسف ما حدش من لجنه الحكام كان عايز يرد علينا في الجزئيه دي. فكويس ان حضرتك رديت ووضحت علشان برضو تبقى الامور محطوطه في نصابها الطبيعي اذا حضرتك تؤكد انه المدفوع بالظبط هو اللي بيتحط فيه الحكام ما بيبقاش فيه فرق سعر لا بالنسبه للحكم العربي ولا بالنسبه للحكم لو يا كابتن ابراهيم انت اديت 15000 دولار واتصرف 12 13 14 ممكن يتبقى 1000 مش هرجعه للنادي. انا بكلم حضرتك بمنتهى الصراحه. لا هو الكلام على انه من 7000 ل 15000 ده 8000 دولار فارق. وانا الكلام ده لو حقيقه كابتن هقول لك صراحه حقيقي وبناخد الباقي بندعم بيه الحكام صندوق الحكام. لانك انت بتعمل برضو يعني انك تجيب حكام اجانب فده تهميش الحكم المصري. ممكن وارد جدا ارد عليك بكده لكن انا بقول لحضرتك لا التكلفه الفعليه ممكن. انا عشان كده بقول لحضرتك من خلال برنامجك هو النادي اللي يحس ان هو في مغالاه في الكلام ده يواجهنا بالكلام ده وعندنا المستندات اللي تبين الحكام دول بياخدوا كام. طيب ده شيء عظيم جدا جدا. انا بس اخر قبل ما اختم مع حضرتك لو محتاج مننا اي حاجه فيما يتعلق بالمبادره اللي حضرتك بتطرحها اي حاجه بالنسبه لاي شهيد مصري جيش او شرطه احنا لن نتاخر باي حال من الاحوال. ده دور مجتمعي مهم جدا جدا بالنسبه لنا مش بس برنامج رياضي ومنفصلين عن العالم برنامج رياضي واخواتنا واولادنا احنا مهتمين بيهم جدا جدا. والله يا كابتن ابراهيم الصندوق الشهيد ده يعني ده حاجه فعلا تخلي الناس كلها تدعم الصندوق ده. الموارد بتاعته انا قدمتها في طلب في مجلس النواب ان احنا ممكن نجيب موارد الصندوق ده ازاي. لان انا بقول لحضرتك الشهيد ده بيبقى عائل للاسره ابن الاسره والد الاسره. فيا رب كده دعم الاعلام المصري معانا. هستنى حضرتك تقول لي رقم الحساب وهستنى حضرتك لما تحصل على الموافقه واحنا داعمين ليكم بشكل كبير جدا جدا في الموضوع. الف شكر كابتن ابراهيم. بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا سياده اللواء فروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. قدام النادي الأهلي بيدعموا الفريق بعد أو قبل مواجهة صن داونز اللقاء المقبل إن شاء الله بإذن الله. كابتن وليد صلاح الدين، سيد معوض، ومحمد فاروق، شريف عبد المنعم، زكريا ناصف، كلهم بيزوروا تدريبات النادي الأهلي في الفترة ديت. كلهم أسماء كبيرة ومحترمة وكان لهم أدوار مختلفة الحقيقة مع النادي الأهلي كل واحد على حسب جيله وعلى حسب ما قدمه من تاريخ مع الأهلي. لسارتي بيعقد جلسات منفردة مع لاعبي الأهلي لعلاج الأخطاء قبل مواجهة المقصة وصن داونز. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير كده ماذا يحدث في الأهلي بعد الهزيمة التاريخية من صن داونز وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. يلا
ما زال النادي الأهلي يعيش حالة استثنائية منذ الهزيمة المدوية التي تلقاها الفريق على يد صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بداية الأسبوع الجاري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، ليصبح الفريق على شفا الخروج من الهدف الرئيسي للموسم الحالي وتوديع البطولة الأفريقية. ولأن الهزيمة التي تلقاها الفريق الأحمر هزيمة استثنائية هي الأكبر في تاريخ الأهلي الأفريقي على الإطلاق، فكل ما تبع هذه الهزيمة بات استثنائياً، بداية من الجلسة العاصفة التي عقدها محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين والتي عنف فيها كل أعضاء قطاع الكرة، بداية من مسؤولين عن الفريق ونهاية بكل اللاعبين الذين شاركوا والذين لم يشاركوا في المباراة، مروراً بالعقوبات الضخمة التي تم توقيعها على اللاعبين والجهاز الفني وحتى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، نهاية بإصدار بيان اعتذار رسمي من اللاعبين والجهاز الفني للجماهير بشأن أحداث المباراة، والنتيجة التي خرجت بها في سابقة هي الأولى في تاريخ الكرة المصرية أن يصدر بيان رسمي من فريق للكرة بسبب هزيمة في مباراة. وعلى الرغم من كل الأحداث السابقة إلا أن إدارة النادي الأحمر ما زالت تتمسك بالأمل، وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية لخوض المباراة على ملعب برج العرب، أعلنت إدارة النادي الأحمر عن طرح التذاكر بقيمة رمزية، حيث بلغت قيمة التذكرة 10 جنيهات في محاولة لجذب الجماهير للالتفاف من جديد حول الفريق والتمسك بالأمل الضعيف. وتمني جماهير الأهلي ومن قبلها إدارة النادي بأن تكون المرحلة استثنائية في كل الأحوال ما بعد الهزيمة غير المسبوقة والقرارات غير المعتادة، لربما تكون هناك عودة مجنونة في مباراة الإياب لتكون النهاية السعيدة الوحيدة المسموح بها لهذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ الأهلي. طيب محمد إبراهيم بيعود لحسابات كريستيان جروس مرة أخرى بعد حالة التألق اللي ظهر بيها في الدقائق المعدودة اللي شارك فيها في المباراة الأخيرة لنادي الزمالك أمام حسنية أغادير. مفيش اتنين هيختلف الحقيقة على موهبة محمد إبراهيم، مفيش اتنين هيختلفوا على ده، ومفيش اتنين أيضا كمان هيختلفوا على دوره لما بيكون فت. والحقيقة إن هو مر بظروف صعبة جدا جدا على أي لعيب كرة قدم. محمد في عز فوقانه وفي عز عودته لمستواه أصيب الإصابة اللي كانت حصلت له مع بداية الموسم الحالي بعدته شوية، إنما هو محمد ما فيش اتنين هيختلفوا عليه، ووجوده في الفرقة وفي نادي الزمالك أكيد مكسب كبير جدا جدا. إن شاء الله بإذن الله نتمنى له التوفيق. نفس الكلام اللي أنا دايما بقوله على محمد، محمد محتاج يتساب برضه في الملعب، محتاج يتساب في الملعب شوية علشان ياخد الثقة. وكله انت بتكسب لعيبه، انت لما بيبقى عندك محمد ابراهيم جاهز، ولما بيبقى عندك ايمن حفني جاهز، ولما يرجع ان شاء الله باذن الله مصطفى فتحي يبقى جاهز، ولما بيبقى عندك مدبولي جاهز وعنتر جاهز وكهربا واوباما يا جماعه، ده شايفين الاسماء اللي انا بقولها عامله ازاي ولا لا؟ شايفين اسماء الفرقه بتاعت نادي الزمالك عامله ازاي ولا لا؟ اسماء لعيبه كوره، ما في اسم من اللي انا قلته مش لعيب كوره. انت متخيل المجموعة دي كلها؟ عيد لك تاني لو انت محمد ابراهيم، ايمن حفني، شوف كده في مخيلتك كل واحد منهم لما بيبقى فايق بفرقة في الملعب. فانت تخيل بقى الملعب لما يبقى كل دول ماشيين كويس، تباديل الرجل وتوافيقه عاملة ازاي. عشان كده الناس بتقول جهزهم، الزمالك دلوقتي محتاج يبقى كل الناس دي جاهزة. محمد ابراهيم، ايمن حفني، مصطفى فتحي لما يرجع ان شاء الله بإذن الله من الإصابة، مدبولي، محمد عنتر، شوف اسماء عامله ازاي، كلهم لعيبه كوره جامدين، غير بقى اللي بقالهم فتره بيلعبوا واللي رجليهم في الملعب زي اوباما وزي كهربا وزي المجموعه دي كلها. الزمالك بيخوض مرانه الاخير بملعب النادي. كريستيان جروس مدير الفني للفريق قرر سفر فريق للسويس بعد مران بكره اللي هيقام ان شاء الله باذن الله الساعه 3:30 العصر. اوباما بيحصل على راحه من تدريب الزمالك وهو اخذ اذنه، والمدير الفني كان موافق وكان عنده ظروف خاصه. وكريستيان جروس بيطالب لاعبي الزمالك بغلق صفحه غدير. اكيد الناس قفلت الصفحه ديت لان هو بيتكلم في الدوري، والدوري انت متصدره ولازم تحافظ عليه، وماتش مهم جدا
قدام فرقه محترمه، هي فرقه النادي المصري. خد بالك انت هتلعب النادي المصري في اوج تالقه مع الكابتن ايهاب جلال وادارته الفنيه للقاءات في الفتره الاخيره، ماشيه بشكل هايل جدا جدا. تدريبات تاهيليه لجنش وطارق حامد، طارق بيعمل تدريبات كده، كان جاري حوالين الملعب تحت اشراف امير عزمي مدرب المساعد ومحلل الاداء كمان، كان معاه كولي قده والتاهيل بالفريق. جنش كان عنده تدريبات في الجيمانيزيوم، حازم امام تاهيل برضو وتدريبات علاجيه في الجيمانيزيوم. جروس بيتراجع عن المعسكر المبكر، الراجل رفض الفكره ديت بعد ما كانت مطروحه، استمرار الفريق الاول في السويس بعد لقاء المصري المقرر له يوم الخميس، هيرجع مباشره عشان يتدرب الجمعه في القاهره وبعدين يسافر السبت استعدادا للقاء حسنيه اغادير. شيخ بوزيان وكولي قدو بيشرفوا على تدريبات لعيبه الزمالك التاهيليه. امير مرتضى النهارده كان موجود في التدريب وكان يعني في حرص شديد جدا جدا، مش بس من امير انما الحقيقه من كل المجموعه المتواجده بقى في نادي الزمالك لدعم الفريق في توقيت مهم جدا جدا. خلونا نشوف مع حضراتكم كده لقاء مع كابتن ايهاب جلال مدير الفني المتميز للنادي المصري، استعداداته عامله ازاي للقاء الزمالك، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. وهتكلم اكيد طبعا عن منتخبنا الوطني وعن الاهلي، هنشوف خلال هذا التقرير اراء الكابتن ايهاب جلال وبعدين نرجع نكمل كلامنا. حظ الفرقتين، الزمالك طبعا افضل حظا من الاهلي بالنتيجه دي، ولكن مش سير المباراه ما يدلش ان الزمالك لو لعب هنا كده هيبقى بنفس، ولو انه هيحاول يفتح خطوطه اكتر دي هتعمل له برضه للفرقه الثانيه بعض المميزات. عمل نتيجه جيده لكن بشكل دفاعي بحت. يعني الاهلي دي نتيجه صادمه لكن بتحصل للانديه الكبيره كلها. هيظل انا بقول ان يجب ان اي حد يقيم وهو خسران كان يستاهل الخساره دي ولا لا، هو حصل له مشاكل تانية ولا لا، الخمس كور دول او الخمس اهداف دول ما جاش غيرهم هو ده التقييم. التقييم في الاول مش في النتيجه، النتيجه بتبقى صادمه للجمهور لكن في الاول والاخر سير الماتش ممكن يبقى اكثر صدمه يعني، لكن هيظل بتحصل لكل الانديه الكبيره في العالم كله، خسروا بخمسه فيما فوق، لكن هيظل ازاي بقى الفرقه تلعب الماتش الجاي، في صعوبه جدا للنادي الاهلي لكن لازم يحاول يعني. معرفش ما سير المباراه ما نقدرش نقول، وهي ممكن ماتش يبتدي تلاقي حد اتطرد حد اتطرد من الفرقه الثانيه، دي سير المباراه ده ما نقدرش تقول، لكن ما فيش حاجه مستحيله في الدنيا، لكن المهم ان انا ابقى انا فعلا عارف هلعب ازاي يعني، مش الروح بس يعني روح بس لوحدها ما تنفعش، وفنيا من غير روح ما تنفعش، لكن هيظل ان الروح ده ما يجيبش ست اجوان ابدا لوحدها، لازم تنظيم جيد يعني. وجهه نظرك شايف نتيجه مباراه الاهلي يعني اثرت على الزمالك يعني؟ جروس شاف من الاهلي اتغلب بنتيجه كبيره فحب يامن دفاعاته، قال اتعادل بره او اقفل خطوطي بدل ما افتح زي النادي الاهلي واتغلب بفارق اهداف؟ لا هو عامل طريقه دفاعيه جيده لكن ما لهاش شق هجومي ظاهر يعني، غير الجري بالكوره، هيجي هنا يعمل حاجه مختلفه طبعا، لكن هيظل لازم هيبقى عنده بعض المساحات اللي يجب بقى ان هو يبقى واخد باله منها يعني. كابتن يعني النادي المصري بيتالق الفتره الاخيره ما بنشوفش اللعيبه دي في منتخب مصر، تعقيبك ايه على الكلام ده؟ ما انا عقبت بقى 100 مره، هو وجهه نظر مدرب، لكن زمان كنا بنقول دايما نحترم وجهه نظر المدرب، هو اللعيب لازم يحترم وجهه نظر المدرب. انا في بعض الاختيارات ما مستغرب جدا، مش عاوز اقول ما بحترمش وجهه نظر المدرب، لكن حاجه بتاعته عاوز يعمل حاجه يعملها، دي حاجه لان طالما انت ماشي كويس ممكن تقوم جايب اي اتنين لعيبه ملعبهم في وسط لعيبه جيده، فيبقى انا طلعت لعيبه جداد، ودي مش الفكره نفسها، الفكره مش ان يتقال ان انت بتعمل فرقه جديده، او الفكره النتيجه مع اعداد جيد مع الناس دي بتبقى عارفه بتعمل ايه في الماتشات اللي بتلعبها، ومش ان انا بجيب لعيبه والعبها في نظام من غير ما هي تعرف تعمل ايه. لكن عندنا احنا في مصر لعيبه كتير جيده، مش في المصري بس، عشان برضو ما نظلمش الناس، احنا عندنا منتخب اولمبي فيه فرقتين على الاقل ممتازين هم مستقبل مصر، عندنا طبعا المحترفين على رسوم محمد صلاح، ما حدش في الاول والاخر هيجوا يلعبوا في ثلاث اربع لعيبه كانوا لازم على الاقل ينضموا، ما بقولكش لعيبهم، لكن انت ما تعرفش سماتهم الشخصيه،
غير انهم اكثر تنظيما من اي حد انت خسرته في وسط نظام، بيلعبوا في وسط نظام، فرقه ثانيه بتقعد تخبط وخلاص. لكن هو كل واحد تبع فكرته، يعني تبع، ما فيش صح وغلط في الكوره. يعني في الاول والاخر ما اقدرش اقول انت اخترت فلان غلط وما اخترتش حد من عندنا، لكن اقول ان 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 كان ممكن يروح 2-3 من عندنا، ده عادي، دي وجهه نظر. في الاول والاخر انت بتلعب مصر، اولا الاسم نفسه مصر، مصر دي في اي بطوله بره مصر انت بتلعب على المركز الاول، في مصر بتلعب على المركز الاول طبعا. يجي معاك مين بقى، ده موضوع، ده حظك بقى يبقى كويس في قرعه مجموعه، حظك يبقى كويس في انك ما تقابلش بعض الفرق زي المغرب مثلا، دي 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 يبقى حظ كويس، لان في فرق ممكن تقابلها تعمل لك مشكله او يبان مستواك الحقيقي فيها، ودي حاجه من الحاجات المهمه. كل ده ما نقدرش نقوله دلوقتي بعد القرعه، وبعد ما نشوف هيتم اختيار مين، بعد ما نشوفهم بقى في الملعب، لان عندنا لعيبه جيده. يعني طيب نروح بقى لفقرتنا العالمية، وحنبتديها أكيد بالحديث عن نجومنا المحترفين في الخارج. يلا بينا. مستوى طيب النهارده، وفوز ليفربول بهدفين دون مقابل في واحده من المباريات المهمه جدا في دوري الابطال امام بورتو البرتغالي. انما خليني اقول لكم برضو خبر مهم عن محمد صلاح، انه بيتصدر قائمه اغلى لاعب افريقي محترف في اوروبا. موقع ترانسفير ماركت والمعني بالتصنيفات ووضع اسعار للاعبين على حسب مستوياتهم اللي بيقدموها خلال الموسم الحالي، قدام حضراتكم على الشاشه الاسعار بتاعت اللعيبه او قائمه الاغلى على المستوى الافريقي. محمد صلاح ما شاء الله وصل سعره، ده يقول لك قد ايه هو ماشي بشكل كويس، يعني 150 مليون جنيه استرليني. ساديو ماني نجم برضو ليفربول 85 مليون جنيه استرليني. اوباميانج نجم ارسنال 75 مليون جنيه استرليني. كوليبالي نجم نابولي 70 مليون جنيه. ونابي كيتا نجم ايضا ليفربول 65 مليون جنيه استرليني. خد بالك القائمه اول خمسه فيها ثلاثه منهم من ليفربول، وده ان دل على شيء يدل على توفيق كبير جدا جدا هم في اختياراتهم للاعبتهم في الفتره الاخيره، بتكلم على ليفربول، وانه في ثلاثه من افريقيا ماشيين معاهم بشكل كويس جدا. ولو ركزت اكتر كمان هتلاقي انه من الخمسه اربعه منهم بيلعب في الدوري الانجليزي. دوري جاذب هو بشكل كبير جدا كمان للافارقه، زيه زي الدوري برضو، بشوف انه الدوري الفرنسي رغم انه ملوش شعبيه هنا قوي في مصر، يعني لانه من الدوريات الجاذبه ايضا كمان لنجومنا الافارقه. تريزيجيه بيفوز بجائزه فرانس فوتبول عن افضل لاعب افريقي في اوروبا عن شهر مارس. تريزيجيه ماشي بشكل كويس جدا جدا الحقيقه، يعني تصدر الاستفتاء اللي اجرته الصحيفه طوال الايام اللي فاتت على حساب مندي حارس مرمى مارسيليا ونيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي. الصحيفه قدام حضراتكم فرانس فوتبول حطت صوره تريزيجيه على الغلاف الصادر صباح اليوم مع عنوان افضل لاعب في شهر مارس، حاجه طبعا عظيمه جدا جدا. نتمنى، والناس كتير كلها شايفه انه تريزيجيه عنده كتير لانه بيتطور الحقيقه، والتطور ده شيء مهم جدا بالنسبه لاي لعيب كوره. ماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفي قال ان رونالدو جاهز لمباراة الاياكس وهيبتدي الاولى في المؤتمر الصحفي. قال رونالدو جاهز، اتدرب معانا النهارده الصبح،
واذا ما حصلش اي حاجه طارئه هيبقى موجود معانا بكره من الدقيقه الاولى. الاتحاد الاسباني بيقر تعديل السوبر علشان يبقى دوره رباعيه بدايه من الموسم الجديد. الاتحاد الاسباني عمل تعديل لنظام بطوله السوبر الاسباني علشان تقام بنظام الدوره الرباعيه بدل من النظام المعمول به في كل بطولات العالم، وينص على مواجهه فريقين فقط لبعض اللي هم بطل الدوري وبطل الكاس. عملوا تعديلات، قال لك اربع فرق، بطل الدوري ووصيفه وبطل الكاس ووصيفه، ويتم تحديد نظام المباريات في وقت لاحق. هي طبعا بطوله تسويقيه الى حد كبير جدا، هم الناس عايزين يزودوا الموضوع ده قدام حضراتكم السوبر كوب. طيب خلونا نروح بقى الفاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيفي نجم مصر ونجم النادي الاهلي المدير الفني السابق اللي سموحه كابتن عادل عبد الرحمن اللي هيشرفنا وينورنا بعد الفاصل اللي جاي. خليكم معانا. الكرة المصرية لعبة الكراسي الموسيقية بين المدربين في الدوري الممتاز بعد أن قامت الفرق المشاركة في مسابقة الدوري بما يزيد عن 30 تغييرا بين المدربين ما بين إقالة أو استقالة، ووصل الأمر إلى أن عدد من الأندية استبدل 4 مدربين دفعة واحدة في الموسم الحالي فقط. ومن الفرق التي استبدلت 4 مدربين يأتي فريق سموحة الذي بدأ الموسم مع علي ماهر ثم طارق يحيى ومن بعده عادل عبد الرحمن قبل أن يستقر في النهاية مع حسام حسن ليصبح واحدا من أكثر الفرق تغييرا للمدربين في الدوري هذا الموسم في محاولة من إدارة النادي لتحسين النتائج. ويظهر الاسم الأكثر تعرضاً للظلم مع الفريق الأزرق هذا الموسم هو عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق، والذي لم ينل الفرصة كاملة مع الفريق السكندري حيث تولى مهمة الفريق في منتصف الموسم وبعد 2 من المدربين، ولم يتمكن من الاستمرار لفترة طويلة قبل أن يرحل ليمر بتجربة ليست بالسعيدة في عالم كرة القدم. عادل عبد الرحمن أحد نجوم جيل مونديال 90 وأحد لاعبي الأهلي الذين شكلوا جيل التسعينيات، والذي شهد تحقيق الأهلي للعديد من البطولات وسيطر على لقب الدوري لـ7 مواسم متتالية. اتجه إلى التدريب عقب اعتزاله وخاض أكثر من تجربة في الملاعب السعودية لعل أشهرها مع اتحاد جدة قبل أن يمر بتجربة سموحة. عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لسموحة يتحدث عن تجربته مع الفريق الأزرق، لماذا تولى المهمة ولماذا ترك الفريق فجأة، رؤيته لمستوى النادي الأهلي في الوقت الحالي بصفته أحد نجوم الفريق السابقين، وهل يمكن للأهلي أن يعود في مباراة السبت المقبل أمام سان داونز؟ كل هذا يجيب عنه عادل عبد الرحمن مع إبراهيم فايق في نمبر وان. بجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من نمبر 1، وزي ما حضراتكم تابعتوا خلال التقرير ضيفي وضيف حضراتكم نجم النادي الاهلي ونجم مصر واحد ابرز لاعبي جيل التسعينات اللي شرفونا في كاس العالم 90 كابتن عادل عبد الرحمن. يا كابتن عادل اهلا وسهلا بحضرتك ومنورنا ومشرفنا. انت اولا وحشني واهلا بيك وبتمتعونا دايما، يمكن انتوا او انت بالاخص يعني من الناس اللي انا طول عمري بقول عليك شاطر ما شاء الله. الله يعزك ويعلم قدرك يا كابتن عادل. وبعدين الحلقات الجميله اللي بتعملها مع رضا برضه ممتعه 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 يعني. ورضا ليك ذكريات مع كابتن رضا عبد العال طبعا ده جميل ده. ما تقطع فيه شويه يا كابتن عادل، ما طالما هو بيقطع في الناس اديله حته. لا هو يعني هسيب لك المساحه ومش هقول لك هوب هوب. لا لا بص انا هقول لك حتتين زوالين على حتتين. اول حاجه رضا عبد العال ده من افضل اللعيبه اللي جم في مصر، محدش يتكلم ما فيهاش خلاف. لا لا دي حقيقه يعني، اولا لعيب كبير قوي وهو دمه خفيف طول عمره، بس هو لما جه يتنقل من الاهلي للزمالك من الزمالك للاهلي مصر كلها اتقلبت طبعا، لدرجه ان احنا كنا بنمشي في الشارع ما يعني ورضا جاي علينا بقى. وكان عندنا فتره اعداد فاول يوم في فتره الاعداد في المانيا رحنا نشوف كان في زي سيرك كده، فالمهم سيرك حاجه كده، واحنا كنا في بلد المفترض يعني متطرفه شويه متطرفه، فلقيت
النجم الكبير ده بيتسلل من تحت البتاع عمال يزحف عشان يخش. قلت له بقى انت اللي مجنن مصر دي كلها والعالم كله بتعمل حاجات ده. رضا عبد العال طيب، هو طيب على فكره وجدع قوي وصاحب صحابه يعني وعايز اقول لك ان هو فعلا من القليلين قوي في الكوره اللي كانوا بيلعبوها بمزاج قبل دي. ما عشان كده ما فيش حد مالي عينه يا كابتن ومغلبنا. لا ما هو مغلبنا معاه. لا ما هو دمه خفيف هنعمل ايه. بعدين عايز اقول لك حاجه، هو قصير عامل نفسه طويل بكل حاجه. هو قال لك هو اللي قال موضوع القطر ومش القطر والحاجات دي انا عارف. بس هو دمه خفيف يعني انا بتمتع بيه. انا لما بقعد فاضي كده اجيب له بقى الحاجات على اليوتيوب واتفرج عليه. تتفرج عليه. انت روحك حلوه يا كابتن عادل. الله يخليك. شخصيه جميله يعني ومشرفنا ومنورنا يا كابتن عادل. طب انا عندي كلام كتير جدا حضرتك، بس خليني انا اكلمك بامانه شديده. اتبسطت جدا لانه كان على طول الخط بشوف ان حضرتك واخد يعني مساحتك بشكل كبير في الدوري السعودي. واتمنى ان انا كنت اشوف الكابتن عادل عبد الرحمن. واخيرا الكابتن عادل عبد الرحمن جات له الفرصه في سموحه. ايه اللي حصل؟ هي جت له الفرصه وما جاتش؟ جت وما جاتش. يعني هي فرصه مش كامله. مش كامله. شوف انا دايما انا محترف وتعلمت كده بره. انت حر كرئيس نادي، انت حر كاداره انك تعمل ما بدلك في ناديك. وانا حر كمدرب اقبل اللي انا عايزه. انا لما جالي سموحه انا كنت عارف ان الظروف صعبه. ولكن تحدي انا بحبه. يمكن انا مسكت الشباب السعودي كان في تحدي فيه، عملت نتائج كويسه. مسكت كمان الاتحاد السعودي عملت واقوى وفرق بجد يعني في فرقه اسياد اسيا الاتحاد السعودي يعني دي حقيقه يعني. لقيت وكان في الوقت ده كان جبار، فرقه كانت جبار. فالحمد لله. فانا قبلت التحدي. قبلت التحدي رغم ان انا كنت ماشي كويس مع فرقه الشباب في الاهلي، ولكن خلصت المهمه اللي انا فيها. عشان بس الناس تبقى عارفه ان المهمه خلصت. اولا دوري اتحسم بقدر كبير قوي يعني. انا كنت سايب فرقه الشباب فرقة 13 بنت، ولكن سيبك من ده. الأهم كان عندي لعيبة الحمد لله اطمنا عليها وطلعنا لعيبة إعارة وظبطت الدنيا وكانوا لعيبة جامدة جدا. فاطمنت على الموضوع فروحت كمان أشوف أنا كمان أجرب في الدوري. يمكن مروح سموحة ناس كتير حذروني. حذروك؟ قالوا لي ما تبدأش هناك. ليه؟ علشان بيغيروا بسرعة. لكن أنا أقول لك حاجة، برغم كل حاجة مناخ جيد جدا. أفضل مناخ بتكلم امكانيات انك انت تشتغل فيه كامكانيات، عندك كل الامكانيات. هو الاستعجال بس بتاع المهندس فرج، رغم المهندس فرج عمل حاجات كتير قوي كويسه وبيعمل حاجات كويسه ومازال يعني هو عنده مشكله انه متسرع شويه وبيتسرع شويه في حته التغييرات. يعني هديك مثال صغير. اتفضل. يعني انا لعبت 4 مباريات وحسام حسن لعب 4 مباريات. انا ال4 مباريات اللي لعبتهم فرق قويه وحسام لعب نفس درجات الفرقه يعني ممكن تقول كده. هو خسر 4 مباريات وانا خسرت 2 مباريات بس، وكنت الافضل في انبي وكسبت، والمفروض الحكم ظلمني. كنت الافضل في الجيش وكسبت وبرده الحكم ظلمني. وارجع للحاجات دي كلها تلاقي جون ما اتحسبش رسمي، بنالتي وطرد في الجيش. ماتش بيراميدز عملته افضل كتير قوي، اتغلبت فيه لكن الشوط الاولاني عملت في لعيب جاب جون في نفسه. تعرفش بقى جاب جون في نفسه ازاي، بس جاب جون في نفسه اتفتحت شويه. الماتش الاخير المقاولين انا متسيد المباراه وخسرت 2-1. في المقابل حسام خسر 4 مباريات. الصبر على حسام، جمعت النقطتين. صبر على حسام ما صبرش. فهي التجربه التجربه فيها نجاح الحمد لله ليا، بدليل ان احمد ابو الفتوح لعب منتخب مصر الاول من مباراه واحده لعبها معايا ودي مهمه جدا. كريم يحيى اخذته من النادي الاهلي، عيل لعيب صغير اول مباريات لعبها كان من اللعيبه الاساسيه وهيبقى اساسي وهيبقى حاجه كبيره قوي، ويرجع النادي الاهلي بعد سنه ولا حاجه يبقى لعيب كبير. فالوقت ده يعني انا شايف ان في نجاح، لكن عدم استعجال المهندس فرج او استعجال المهندس فرج ان هو يغير. هو حر، هو ولكن انا بكن له كل التقدير. ما عدتوش اتكلمتوا مع بعض طالما انت عندك رؤيه انه نستنى شويه؟ بس هو شوف يعني احكي لي الموضوع كان عامل ازاي يعني. هو الموضوع من اول يعني يوم يعني. بص انا اقول لك حاجه، يعني هي الفرقه مرت بظروف صعبه قوي. علي ماهر جه هو اللي اسس الفرقه. وبعدين الكابتن طارق يحيى جه كمل الدور الاولاني.
في الشتويه يعني علي ماهر جاب اللعيبه في الصيف والكابتن طارق جاب اللعيبه في الشتاء. انا ما جبتش الا اثنين لعيبه او ثلاثه لعيبه صغيرين. ما بعترفش انا باني اجيب لعيبه كبار، مش ما بحبش اللعيبه الكبار، انا بحبهم جدا، لكن في الانديه اللي المفترض انت عايز لازم طموحك يعلى. احمد مصطفى جه من بلجيكا وكان المهندس فرج كلمني عنه وهو اللي قال لي عليه، وانا شفته لقيته لعيب كبير، وهو لعيب كبير جدا احمد مصطفى. كان جاي من جنت البلجيكي. كريم يحيى من النادي الاهلي، احمد ابو الفتوح من نادي الزمالك. فالتلات لعيبه دول من اللي انا جبتهم، لكن بقيه اللاعبين كلهم جابهم الكابتن علي ماهر وجابهم الكابتن طارق. عاوزين نقول حاجه مهمه جدا، الفرقه مش وحشه، بس فيها مجموعه مش كويسه. مجموعه مش لكن كويسة. العدد الاكبر كويس. يعني ايه مش كويسه؟ يعني مش فت ولا دماغهم، احسبها في كل حاجه، ولا دماغهم مش مركزه؟ ما هو عاوز اقول لك حاجه. يعني في مجموعه لاعبين جوه نادي سموحه جيدين جدا وهايلين، بيعاوزين يعملوا حاجه، في لعيبه تانية بتعوقهم، دي حقيقه. لكن انت اي مدرب، بس كنت انا ولا حسام في الوقت ده، ما نقدرش ان احنا نبعدهم على مضض. ليه بقى؟ لانه ما عندكش تبديل ولا تغيير، انت عندك دوري وشغال في الدوري. ايوه بس بالحسب اللي حضرتك بتقوله ده عنصر يؤثر سلبا على بقيه اللاعبين، او عناصر تؤثر سلبا. ما هي اثرت فعلا. لكن في اوقات انت ما تقدرش، ممكن تاثر ازيد. لان العدد هيقل. بس هي كانت ماشيه بتدرج، يعني انا عشان كده بقول لك التغيير كان جه سريع. ليه؟ لان بدات الماتش امبي وما كانش عندي وقت، خمس ايام او ست سبع ايام، وبعدين الجيش بعديها بسبع ايام، وبعدين بيراميدز بسبعة ايام، حاجه كده يعني، كل الاربع ماتشات في شهر ونص، الدنيا كلها كانت زحمه. فانا بدات ان انا مش هقدر احط ايدي على المشاكل قوي، بدات احط ايدي على المشاكل في الماتش الرابع، مشيت. بس هو ده اللي حصل. ايه المشاكل بتاعت الفرقه؟ انا قلتها لك، يعني في فروقات كبيره قوي ما بين لعيبه ولعيبه، وفي لعيبه مش واخده حجمها الطبيعي، وفي لعيبه مش واخده مش جوه بروازها اوسع منها قوي. نادي سموحه نادي كبير، نادي سموحة نادي رقم في الدوري المصري بقاله 10 سنين. يطلع الثالث، يطلع الرابع، يطلع الثاني، لعب على الفاينل، كان هياخد الدوري لولا جون فرق بينه وبين النادي الاهلي، ودي حاجه كبيره قوي انه يوصل، ودي كانت مع الكابتن حماده صدقي. لعب فاينل كاس مصر مرتين. فنادي سموحة رقم كبير. نادي سموحة المفترض ان اللعيبه اللي تتواجد فيه ما تبقاش اقل من لعيبه الاهلي والزمالك. طب ليه بقى الجزئيه اللي انا كنت بسال فيها حضرتك، ليه ما قعدتش مع المهندس فرج عامر دردشت اتناقشت معاه؟ دردشنا بس، شوف شرحت له الاستراتيجيه بتاعتك. لا لا، ما دردشنا وكل حاجه، بس مش كل حاجه ممكن تتقال بينا. ممكن تتقال في حته على الهوا يعني، لان انا بحترم الراجل ده جدا وبقدره. رغم ان انه استعجل وضرني، يعني ممكن اكون اتضررت شويه، لكن انا بالعكس يعني بكن له كل احترام. ده السؤال اللي صراحه هساله لك. كابتن عادل زي لسه بنقول اهو، عنده ادوار كتير كان قام بيها في الدوري السعودي، وبالتالي اول تجربه ليه هنا في الدوري المصري بعد فتره غياب عن الدوري المصري مرت سريعه جدا جدا، مش خايف انه ده يعطلك شويه في الدوري؟ بالعكس، ده في مدربين بينزلوا ثلاث فرق وقاعدين بيشتغلوا، بينزلوا ثلاث فرق بجد مش هزار يعني. في مدربين بيشتغلوا على طول، ويعني عايز اقول لك حاجه، انا في مدربين في الدوري ممكن يكونوا لعبوا 17 مباراه ما خدوش الا 4 بونت وقاعدين. ايه حظك بس انت؟ هل الاداره مستعجله او الاداره مش مستعجله؟ طب انت كنت بتفضل ان انت تبتدي موسم؟ طبعا، اي مدرب في الدنيا علشان يجيب لعبته، طريقه لعبه هيلعبها ازاي باللعيبه اللي هيشتريها. افضل الناس اللي بيمسكوا في بدايه الموسم هم اللي بيعملوا الاستراتيجيه وبيجيبوا اللعيبه، على اساس دي كل حاجه بتترتب عليها. فشل الثاني او الثالث او الرابع بيبقى من البدايه، لانك انت لو عملت اساس جيد اي حد هيمشي فيه. فانت لو عملت اساس جيد انت نفسك مش هتتغير. دي نقطه مهمه جدا. دي نقطه مهمه. بتشوف ازاي يا كابتن عادل من وجهه نظر حضرتك المنافسه الموسم ده في الدوري؟ بص، انا دايما قبل 2011 الدوري المصري كان افضل دوري عربي. مش مختلف معاك. جمهور، اداء، لاعبين. الدوري السعودي افضل دوري عربي في الوقت الحالي من 2011. وانا برضو مش هختلف معاك. دي حقيقه. انا بتكلم على الدوري بتاعنا، محتاج الجمهور تاني، ومحتاج الملاعب تتصلح تاني. محتاج يعني انا مثلا
الحاج عامر حسين انا بشفق عليه تماما. ده بيعمل يعني اللي ما حدش بيقدر يعمله في جدول دوري. ما فيش حاجه كده في الدنيا طبعا. يعني ايه الكم الناس اللي هم لمصلحتهم بس؟ يعني مثلا اي انا بتكلم كل الانديه كل الانديه كل واحد لمصلحته بس. وسيبك من الكره المصريه ما عاوز ياجل ماتش، عاوز يلعب ماتش براحته، عاوز التعب ومش التعب. لازم من السنه الجايه الدوري يبقى ثابت ما فيهوش مشكله يعني. والاليات بتاعتها السهوله اقل من يعني اقل من السهوله. اول حاجه لازم 25 دي تتشال. مفيش حاجه في الكوره اسمها 25 لاعب مفتوحه. مفتوحه طبعا، اصل انت نادي لو ما معكش فلوس مش هيشتري. وما فيش نادي اللي يدرب بره يا كابتن دايما عنده وجهه النظر ديت انه مفيش حاجه اسمها قائمه مقفوله ب 25 او ب 30، مفتوحه وانت لاعب اللي عايز تلعبه. النهارده الريفر كان بيلعب، ممكن هيلعب بعد 3 ايام وبعدين يسافر يلعب بعد يومين وبعدين يسافر يلعب بعد 3 ايام. ما بيشتكيش ليه؟ لانضباطه في التدريب كويس، عنده لعيبه تقيله، عنده لعيبه ممكن يلعبهم رغم ان انت بتشوفهم بيلعبوا بتشكيل ثابت طول المباريات. لكن انت ما عندكش، انت بقى كمصري ما عندكش القدره دي، لكن عندك عدد. يعني انا دلوقتي حل بسيط جدا، اجيب البلان كله بتاع السنه، المباريات كل واحد عنده مباراه في دوري افريقيا هحطها، واجيب المديرين الانديه كلها واعمل لائحه داخليه. كابتن بس كابتن عادل مع احترامي لحضرتك، الكلام ده لما انت بتبقى عارف اصلا ايه اللي هيحصل. يعني انت مثلا دلوقتي بتشارك والاتحاد الافريقي بيقوم حاطط لك ماتشات وشايل لك ماتشات وعامل لك حاجات غريبه. السنه دي كانت سنه استثنائيه لانه بدا بطوله افريقيا بدري علشان يظبط الجدول علشان بطوله الامم الافريقيه، انا بتكلم على البطولات الافريقيه بتاعت الانديه، فبوظ لك الدنيا. ماتشات راح حاططها لك حشرها لك حشر بعد ماتش تونس. بعد مين هو اللي بيحشرها؟ الاتحاد الافريقي. فيه؟ الاتحاد الافريقي من هقول لحضرتك اهو، حط لك ماتشات اول لما رجعت من بطوله الامم الافريقيه، راح حاطط لك ماتش مع تونس وانت لسه راجع، حط لك ماتش مع تونس، حط لك ماتش مع النيجر، وبعدين راح شايله تاني. يعني اقصد انه برضو دي من ضمن المضايقات، لان انا بتكلم مع الحاج عامر حسين في الجزئيه دي. طب راجع الدوري التونسي راجع الدوري المغربي مش دول افريقيا زينا؟ وعندهم انديه بتلعب في الدوري؟ عندهم. راجع الدوري السعودي مش اسيا؟ اسيا اصعب من افريقيا خلي بالك. بس اسيا منظمين قوي يا كابتن. طب ما هو ده اللي احنا بنتكلم، احنا عايزين نبقى منظمين. انا بتكلم في ايه؟ بيديك الاتحاد الافريقي بيديك 3 ايام. انا بتكلم على الانديه. تختار فيهم. طب ما انت تختار برضو الانديه تختار. ما هو انا بقول لك ايه؟ هو المفترض انك انت بتجيب كل واحد من كل نادي في مصر بتمديه على لائحه، بتدي له جدول اسبوع الاولاني، قول له ادرسه وارجع لي اتناقش معاك بعديها الاسبوع الثاني، وافقنا كل الماتشات محطوطه عشان عندك قائمه مفتوحه ان شاء الله تلعب كل يومين. ايوه بس انا هاخد راي الناس اسبوع اسبوع. لا مش بتكلم على اسبوع، انا بتكلم الاسبوع الاولاني في البدايه. الاسبوع الثاني مش اول اسبوع في الدوري. انا بديك قبل ما بعمل جدول الدوري العام الدوري كامل كله كامل. بديك الاسبوع واقول لك انت سكن اللي انت عايزه هنا وشوف لي عندك رايك ايه. فتيجي انت كاهلي او زمالك فبتروح له بتدرسها اسبوع، بتروح له تقول له لا انا عايزك تعدل لي ده وتعدل لي ده، فلما يعدلها لك يمضيك. مش هتلعب تنزل درجه ثانيه. وساعتها يبقى قوي، وساعتها اهلي ينزل، زمالك ينزل، مقاولين ينزل، اسماعيلي ينزل، لا طالما مضى على الجدول والجدول يمشي. طب ما انت في مره من المرات، شوف احنا بنتكلم مره من المرات، الاتحاد المصري كان بقياده عصام عبد المنعم، الكابتن عصام عبد المنعم، الدوري ما تاجلش دقيقه. الدوري العام الوحيد اللي في مصر ما تاجلش مباراه فيه، اتلعب من الاول للاخر. وراجع الكلام اللي انا بقوله لك. لسنه كام؟ انا مش فاكر السنه، لكن 2004 بقى. راجعه 2004 2005 لانه الكابتن عصام عبد المنعم وقتها هو جاب الكابتن حسن شحاته. هو الكابتن عصام عبد المنعم راجع راجع ده، الجدول كان منضبط وكان منتظم وما كانش فيه تاجيل. اصل سهل قوي انك انت ما تاجلش لو حطيت. يعني هل الناس اللي هم في اوروبا عباقره عننا، او هل الناس اللي هي في اسيا احسن مننا، منظمين احسن مننا؟ الاتحاد الافريقي هيديك جدول الايام الجايه بالمباريات اللي انت بتلعبها والمجموعات. لكن عارف هنا المشكله في ايه؟ انت يعني عندنا كان مشاكل صعبه. مثلا حاج عامر لما بيجي يحط جدول تبص تلاقي الامن يقول له لا ممكن، فيحط جدول تاني، الانديه يقولوا له لا. خلاص احنا في دوري استثنائي،
يبقى الأندية لازم تلعب استثنائي، لازم يساعدوا الناس ويشتغلوا استثنائي. ما هي دي، انت لو عاوز ترجع دوري كويس. صحيح. طيب خليني اتكلم بقى مع حضرتك عن النادي الاهلي ومواجهته امام صن داونز والانهيار النادي الاهلي لاول مره، واحد من نجوم النادي الاهلي والعلامات اللي كانت موجوده فيه بكل تاكيد يا كابتن عادل، ايه اللي حصل؟ شوف انا هقول لك حاجه بمنتهى الصراحه، وانا دايما صريح يعني، انا شفت النادي الاهلي في حاله غير طبيعيه. هديك بس حاجه، او انا مش برمي على حاجه، طب خلي بالك انا مش برمي على حاجه، لكن اي فرقه كبيره في العالم، برشلونه في اسبانيا او ريال مدريد زي الاهلي والزمالك في مصر، ماشي صح، اي فرقه كبيره بتخسر الرقم ده الكبير قوي، بيحصل حاجه من حاجتين لو انت ما اتفرجتش على المباراه. بتراجع بعد المباراه تلاقي ان 5-6 لعيبه خدوا انذارات، 2 اتطردوا، لانك انت كبرياء، في كارثه حصلت، كارثه حصلت في كبريائك، لازم تدخل وتخبط. شفت لعيبه الاهلي مستكينه جدا، دي مخليانا اتجنن يعني، فين الروح؟ ما كانش عندهم روح. فين القلب ده؟ ما كانش عندهم. انا كنت حاسس ان هم مغيبين. لا ترمي عليا يا كابتن عادل، والله بص انا يعني في حاجه حصلت سحر يعني، والله انا ما عارف، انا ما بحبش موضوع السحر، انا مش مؤمن بالحاجات دي كلها، لكن في الفتره بتاعت افريقيا زمان كان ممكن كان بيحصل الحاجات دي، بس احنا كنا يعني احنا انا ما افتكر المباراه في واحد جه ونفخ في وشنا تراب ولا تلاقي بودره، نفخ في وشكوا تراب، بودره. انا عينيا راحت لمده دقيقه، لكن عندي حاجه اقوى من عينيا واقوى من شعار النادي الاهلي، ما فيش، تموت لازم تموت يعني. يعني انا متخيل ان انا لو كنت في الملعب ما كنتش هطلع منه يعني، ما يحصلش ان انت تتغلب. النادي الاهلي اكبر من انه يتغلب 2 يعني، انت تخيل انت نفسك نادي الاهلي يتغلب 5، دي كانت كارثه. الكارثه ان انا شفت اللعيبه بدون مستأنسه، مستأنسه لاول مره، انت بتشوف الناس بتباصي في ال 18 بتاع بيباصوا في ال 18 الاهلي، احنا ما بيحصلش عندنا الحاجات دي. فانا بقول بص يعني النادي الاهلي مر بيوم يعني اليوم ده يوم اسود في تاريخنا، في تاريخ النادي الاهلي، انا في رايي في تاريخ، انا لان انا بنتمي للنادي الاهلي، اشتغل في كل حته، لكن اقلع انتمائي للاهلي لما بروح نادي، لكن لما ببقى فاضي كده انا مشجع ولاعب للنادي الاهلي قديم. انا حسيت ان انا انهارت من جوايا، لاني زعلي اخسر، بس اشوفك بتموت، ممكن تخسر 5 والله ما زعل لو انت متموت نفسك. حاجه تانية مهمه قوي يعني، لازم برضو يبقى كان عندنا الحس بتاع ان احنا رايحين لكارثه، كان يجب يحصل مشكله، حاجه يحصل حاجه. قالها كابتن احمد حسن واحنا بندردش كده، كنت بقول له، قال لي بص حصلت معانا في ماتش الجزائر لما بدانا نتغلب ورحت موقف اللعيبه، قلت لهم بقى هنقف، احنا هنقف، احنا مش هنسمح بان نخش فينا جوان اكتر من كده، مش بقى نكسب، لا احنا نقف. هو ده اللي النادي الاهلي انا مستغرب له. انا كان رايي الاهلي ما وقفش ليه؟ لا انا كان رايي، انا كان رايي انه اقرب ناس للموضوع ده احنا المصريين. الاجانب يعني، انا يمكن قلت قبليها، رسارت ما بيعرفش يلعب مباراه افريقيا، ما عندوش ثقافته، ما عندوش. زي برادلي لما كان هنا، فاكر مباراه غانا؟ يا بس برادلي بقى خد بالك، ده كان غريب جدا، ده برادلي كان جايب العلامه الكامله لحد وصلنا المرحله الاخيره بتاعت غانا. ايوه، لانه كان لعب كل المباريات السهله، فاتخدع راح لعب غانا، بيطير مع غانا، ده احنا اتفسحنا. اما هو اتخدع، انا بقول لك رسارت بيتخدع. احنا بقى كان يجب في وقفه، لازم يحصل اي مشكله يعني، من وجهه نظري لو كنت يعني او اي حد مننا لو انت كنت الخبرات دي فني، لازم اقعد شناوي على الارض واقوم اقول للراجل استناني بقى شويه، واجمع اللعيبه دي وافوقهم، اللي نايم اصحيه ارميه يعني، لازم تحفيزه، لازم تقول لهم بقى الحاجات دي، اوقف اوقف، مفيش النادي الاهلي مش كده ابدا، النادي الاهلي ما ينفعش انه يتغلب 2 يعني، 3 دي يعني، احنا مره اتغلبنا 3 قعدنا شهور مش عارفين ناكل ولا نشرب لحد اما كسبنا 5. فالنادي الاهلي في المباراه دي كان ما تقدرش تقول فنيا، ما تقدرش تقول لعيبه، ما تقدرش، بص حاجه غير عاديه يعني، حاجه تحس ان هي مش هتحصل تاني. ايه بقى سببها؟ هم اللعيبه تعرف
الحاجة التانية المهمة أنا بقول اللعيبة نفسها بقى يعني اللعيبة دي فرحتنا كتير. وخلي بالك أنا ما بحبش أظلم اللعيبة لأن اللاعب مش عايز يخسر، لكن اللاعب في نفس الوقت ده كان يجب أنه يخاف على اسمه لأنه في تاريخه هتتقال أن أنت اتغلبت خمسة وفي تاريخها كده. اللي يمحي ده إيه؟ يوم السبت إن شاء الله نكسب. يوم السبت نكسب كام بقى؟ ما هو ده السؤال بقى، هل الأهلي عنده القدر أنه هو يكسب بالنتيجة دي، يكسب خمسة؟ نادي الأهلي أقوى ولا الفرقة اللي كسبت خمسة أقوى؟ كسبونا خمسة، ما كانش هم يحلموا أنه يكسبك خمسة. أنت لو كسبته خمسة فده العادي بتاعك. أنت بتتكلم على صن داونز فرقة كبيرة وممتازة ومحترمة طبعاً. لكن أنا بكلمك على تاريخ أفريقيا. التاريخ الأفريقي بيقول أن النادي الأهلي هو أهم. يعني أنا متخيل أن هم مش مصدقين طبعاً، مش مصدقين، فهم جابوا فيه خمسة، أنت ليه ما تجيبش خمسة؟ الماتش في صعوبة، أنت عندك مباراة بكرة وبعدين هتلعب يوم السبت المباراة، في صعوبة وكل حاجة، لكن في كرة القدم أنا يعني بقول كل شيء وارد واللعيبة تقدر. وبعدين عايز أقول لك حاجة، لو ما كسبتش خلينا نحييك، امحي من ذاكرتنا، تخرج من الباب الكبير. ايوه يعني خلينا نحييك يعني اكسب لنا أربعة، اكسب ثلاثة ان شاء الله، وهنطلع نقول لك نحييك. والله لو تعادلت او كسبت 1-0 بس حسينا انك انت موت نفسك متشكرين. الفلسفة دي كان دايما يقولها لنا الكابتن طارق سليم الله يرحمه، ومدير الكورة عندنا، كان يقول لنا ايه؟ اكسب بجهد وعرق وموت نفسك، اكسب احييك، اخسر بجهد وعرق برضو احييك، اكسب بدون عرق مش احييك. كان بيقول لنا كده. فاحنا بنقول كده دلوقتي، اللعيبة لازم يمحوا من ذاكرة الناس، رغم ان هي مش هتتمحي، من ذاكرة الجمهور. جمهور النادي الاهلي ما يستاهلش من اي حد في النادي الاهلي انه يخسر. طيب يزعله يعني، دي جزئية مهمة جدا. بس قبل ما اروح لفاصل انا عندي نقطة مهمة يا كابتن عادل. ما هو جمهور النادي الاهلي ده برضو فرح كتير قوي، واللعيبة دي برضو كانت سبب في فرحته. مش المطلوب اكتر من ان الناس تبقى تنتقد الفرقة بتاعتها؟ خد بالك دور الاعلام غير دور المشجع. المشجع طبعًا حاجة تانية طبعًا. مش المطلوب اكتر ان هو يبقى على المرة قبل الحلوة مع فرقته؟ ما هو طول عمره واخد على الحلاوة يعني. جمهور النادي الأهلي اتخلى عشان يعيش الفترة انه بيشجع النادي الأهلي اللي بيفرحه دايما. ما انت خلي بالك طول ما انت بتفرح على طول الزعل بيبان عليك قوي. فجمهور الأهلي ما يستاهلش انه يزعل، وحقه انه يفرح على طول، كان معودين على كده. احنا خدنا مرة سنة 94-95 خدنا بطولة أفريقيا، البطولة العربية، كاس مصر، الدوري العام. كانت ما فيش الا 4 بطولات بس، وبنلعب وحاسمين الدوري قبلها باربع اسابيع. بنلعب ماتش من الاسبوع مع جمهوريه شبين، تعادلنا 2-2، حتى رضا اللي كان جاب الجون التعادل، تعادلنا 2-2. الجمهور زعل مننا، انت مفنش الدوري ومخلص، الجمهور زعل مننا. حتى الاعلام كتب شمس الاهلي تغيب وانت كسبان ال4 بطولات. انت واخد على كده؟ ما هو شوف، النادي الاهلي قوي وكبير، واللي يلعب له لازم يبقى يتحملها. علشان كده بقول لك في اسماء كبيره راحت النادي الاهلي وما نجحتش، في اسماء قليله لعبت في النادي الاهلي ونجحت، ممكن تكون قليله مهاره، قليله فكر، بس شخصيتها شخصيه النادي الاهلي. علشان كده بقول لك طول ما الجمهور النادي الاهلي موجود لازم تفرحه، لان هو واخد على كده، ما خدش على انه طول الوقت الناس تتكلم عليه يعني وحش. من الحاجات اللي انت بتزعل منها انه الجمهور لما كنت بتتغلب 2-0 الجمهور بتحس انه انتهى، يعني بيحس ان انت انتهيت والحاجات دي كلها، ما بالك انت خسرت خساره يعني مش عايز اقولها مهينه لان عيب انها تتقال، لكن للنادي الاهلي بحس انها كبيره قوي. لا يعني لكن ان شاء الله هنمحيها وهنمحى اثرها يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله بزرق. مش معناها ان انا بقول للناس ان احنا ممكن نوصل 100%، لا، لكن الكره في الملعب ورجالتنا تقدر تعملها، واللعيبه دي كويسه، واللعيبه دي ساعتين او ساعه ونص هم اللي فرقوا معاهم في الموضوع ده، لكن لو شلت الساعه ونص هتلاقيهم من افضل لعيبه مصر.
من احسن اللعيبه اللي متواجده, عندهم امكانيات مهوله وامكانيات كويسه وان شاء الله هيرجعوا. طيب لسه هسال حضرتك كمان على وغيابه, بس خلونا نروح لفصل, وبعد الفصل لسه مستمرين مع حضراتكم في حوارنا مع نجم النادي الاهلي ونجم مصر كابتن عادل عبد الرحمن. خليكم معنا. طيب غياب واحد من نجوم خط دفاع النادي الاهلي سعد سمير, بتشوفه ازاي؟ لانه سعد اصيب بقطع جزئي في الرباط الصليبي وبالتالي 4 شهور تقريبا مش هيكون موجود. يعني انا 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 متخيل انه طريقه اللعب اللي هتبقى موجوده طريقه لعب ما بتعتمدش على الحته بتاعت يعني الدفاع قوي قد ما انت هتامن. طبعا عشان لو دخل في الجون هتبقى مشكله كبيره خلاص, يعني هتمحي لك الامل خالص. لكن كون سعد سمير اتعور فهما النادي الاهلي واخد على الحاجات دي, في لعيبه تانية ممكن تلعب. مشكله الـ عندنا كان في فترات, او في النادي الاهلي كان في فترات السرد باكات كان مشكله كبيره قوي. ايوه. وبعدين اتعدلت شويه وبعدين رجعت تاني في الوقت الحالي, ولكن ممكن ياسر ابراهيم يعوضه, ممكن ايمن اشرف يخش, محمد هاني ممكن يخش عشان يلعب احمد فتحي. فما عنديش مشكله في موضوع سعد سمير. المشكله الوحيده بس اللي هي اللعيبه معينه اللي تلعب المباراه دي. يعني بمعنى اللعيبه اللي هي عندها مخزون خبرات, يعني مخزون خبرات مع يعني مع روح شراسه بفكر محتاجه دي. يعني يعني انا شايف انه المباراه اللي جايه لو اتخذت بهدوء مش باستعجال الا يعني تتقسم, هي اكيد المدرب هيقسمها, لكن لو استعجلت قوي ممكن الموضوع يوديك لمشكلة تانية. صحيح, في فرق كبير ما بين السرعة والتسرع. أيوة, دي مهمة جدا. يمكن انت لما تكون عايز فكر فيك دي, يعني في فكر يقولك لما تحب تجيب جول زود المهاجمين قوي, خلاص الموضوع ده انتهى. ما فيش حاجة اسمها كده. بالعكس, انت لما بتزود المهاجمين هم بيزودوا المدافعين, ففرصة المدافع اكتر من المهاجم في الوقفة يعني. فانت فضي علشان تشتغل, يعني يعني ما تخليهمش ان هم يرتكنوا ان هم يدافعوا قوي, وفي الوقت اللي هم فيه بيدافعوا قوي ممكن انت لو يعني بقيت شرس. يعني ايه يا كابتن عادل؟ والله يعني يعني اول 10 دقايق لازم يبقى في ضغط غير عادي حد ما نجيب جول. يعني المباريات اللي زي دي بيبقى فيها اكتر من سيناريو, يعني المدرب لازم بيبقى عامل مع اللعيبه سيناريو باوقات. يعني الوقت الى الوقت ده هنعمل كده, في الوقت ده هنجازف نعمل كده, الوقت ده هنجازف نعمل كده. لكن في الخمسه هي مطالبه مجازفه قوي مع هدوء من الناس اللي ورا. طيب نشأ عظيم, بتشوف ازاي منافسه النادي الاهلي في الدوري المصري المقصه والماتش اللي بعده؟ شوف, هو هي المشكله المباراه يوم السبت ومباراه المقصه دي مشكله كبيره. لا واجهت, وانا عارف ان انت نفسك في القهوه والله ادخلها لك على الهوا عشان خاطر هم بقى لهم فتره يا عيني غلبانين مش عارفين يعملوا ايه. لا خلي والله عم ايمن تدخل عادي, والله انا ما عنديش مشكله. المهم اللي انا عايز اقوله لك انه الفتره اللي موجوده المباراتين في وقت قليل, كنت اتمنى ان المباراه تتاجل. يعني انا ضد التاجيل في كل حاجه, ماتش المقص اتمنى ان المباراه تتاجل. ليه؟ لان صعوبه الضغط العصبي على اللعيبه لمباراه السبت مع مباراه الاربع في صعوبه كبيره, واتمنى الموضوع ده كان يتفق. حتى مباراه الزمالك تتاجل, ليه لا؟ يعني يعني انا بتكلم لما تيجي تلعب في افريقيا في الوقت الحالي, انا بتكلم انا ما ضد الحاجات دي, لكن في الظروف الصعبه اللي فيها الاهلي فممكن تلعب مع الزمالك كمان. يعني بتكلم لازم ابقى فير يعني. ولكن في الاخر اقدر اقول لك انه اتمنى ان مباراه المقصه النادي الاهلي ياخدها بهدوء اعصاب, وهو مش لازم اداء قد ما مكسب, لان النادي الاهلي في بطوله الدوري قريب. طيب بتشوف ازاي ماتش بكره مع المقصه ولاسارتي؟ هل هيريح لعيبه؟ هيدفع بلعيبه؟ هيعمل ايه؟ ما هو تعالى كمل بقى قبل ما انا اقوم اجيب لك انا القهوه. لا كمل. المهم ان هو ايه, ان هو السبع مباريات السبع لعيبه اللي ريحهم اصلا في السبع لعيبه اللي ريحهم في المباراه ده. الله يخرمك للبساط احمدي بقى. خلاص خمس نجوم عندكم, خمس نجوم خدمه, خمس نجوم.
المهم انه المباراه اللي قبل المباراه الخامسه طب كان رايح سبعه. المشكله مش في الراحه، مش في العدد، مشكله في الكيف. انت ممكن تريح لاعب، انت الاسم اللي انت بتريحه ممكن يكون في لاعب عنده قوه تحمل وعنده فكر كويس ممكن ما تريحوش. في لاعب تاني ممكن يكون لعيب كويس قوي فانت بتريحه علشان متسرع. قول لي اسماء، يعني هو الراجل هيفكر في مين؟ وهل هو حاطط رابط سيناريو ماتش المقصه بالماتش اللي بعديه في البطوله الافريقيه، فحاطط هنا لعيبه وهنا هيبقى فيه لعيبه، ولا هم من هنا لهنا هم نفس القوام ونفس الاسماء؟ بص هيفكر ازاي يعني يا كابتن علي؟ بص ابو خليل، عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. كتير قوي المدربين مختلفين عن بعض، وهي مدارس ومفيش حد غلط، كل واحد بفكره. يعني انت ممكن تعمل فكره وانا اعمل فكره والتاني يعمل فكره. لكن اقول لك على الامثل بالنسبه لي وجهه نظر المتواضعه يعني. ماشي. لكن اللي بيفكر فيه رصفتي انا ما اعرفوش. ماشي، اللي حضرتك هتفكر انت فيه ايه؟ اللي انا افكر فيه انه في الوقت اللي انا فيه عايز مباراه المقصه تطلع كويسه، في لعيبه عندها قوه تحمل تقدر تلعب بعد 72 ساعه وفي لعيبه لا. فاللعيب اللي يقدر يعني مثلا هو مش بيبقى عنده قياسات بدنيه وقياسات احمال وعنده الارقام بتاعه اللعيبه وعارف مين اللي يقدر يشارك ومين اللي ما يشاركش ومين اللي الريكفري بتاعه يساعده ومين اللي هيبقى اكبر في السن شويه، مش الحاجات دي كلها بقت علم يا كابتن علي؟ المفترض ان هي شغاله يعني. انا بقول انه رصارت بيشتغل بره وحش. ليه؟ يعني هو بيلعب بره ملعبه وحش. اللي خلانا اقول كده من نتائجه. الحاجه الثانيه المهمه اللي هو لما بيجي عنده مباريات متلاحقة ورا بعض بيريح ناس كتير، أعداد كتيرة قوي. وخلي بالك النجوم أحيانا بتضغط عليك، خلي بالك من النقطة دي. يعني أنت لما بتيجي عندك نجوم كبيرة قوي، يعني أنا متخيل المباراة اللي فاتت مباراة خمسة اللي فاتت دي إزاي حسام عاشور يبقى بره؟ يعني طالما بتلعب بثلاثة في وسط الملعب يبقى حسام عاشور يبقى متواجد فيهم. احمد فتحي لاعب كبير، احمد فتحي لاعب من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر الحقيقه في كل المراكز، يمين وشمال ومساك ونص. لازم وانت راجع من اصابه ما تلعبش الا المركز بتاعك. هو لعبها بس بعد فتره لما الثقه راح راجع تاني باك رايت احمد فتحي. لكن طالما انت راجع من اصابه ما غيرلكش مكانك حتى لو انت متمرس في المكان ده. ليه؟ ضغط الاصابه والبعد عن الملعب وعدم لعب فتره طويله بيخليك مش هتنزل تادي ادائك المتميز، فحفظك للمكان يقدر يخليك توسطن نفسك وتقف وتشتغل. وجهه نظر محترم، وجهه نظر محترم. فهي دي كانت اكتر حاجه. فانا شايف انه الفتره اللي جايه المباراه المقصه اللي جايه النادي الاهلي مش لازم الاداء قد المكسب، يلعب الناس اللي بتعرف تكسب. يعني بالمعنى مثلا ما فيش شك انه عنده ازارو مثلا وعنده مروان، لازم يلعب باثنين راس حربه في الوقت ده. عنده صلاح محسن فين؟ ما في لعيبه برضو حسين الشحات. يعني حسين لاعب كبير ممكن يستخدم، لكن انت بتبعدني وتقربني بتبعدني وبتقربني، في مشكله في الامر ده. المشكله اللي في الامر ده لازم تتحل سريعا. ممكن في فكر يقول لك مش لازم لعيب يبقى غالي في الثمن يلعب على طول لو هو لعيب قليل، ما فيش حاجه اسمها كده. بص كابتن عادل معلش انا يعني ايه في حاجات كده ما بفهمهاش وهقول لحضرتك. يعني مثلا الزمالك جاب زيزو اللي هو احمد مصطفى زيزو جابه لعب على طول ولعيب 10 على 10 ما شاء الله. تمام. خالد بوطيب ماتشين ولا حاجه ودخلوا لعب. هو انا بجيب صفقات ليه؟ مش عشان تزودني مش عشان تديني دفعه اماميه. ايه اللي يخلي واحد زي حسين الشحات مثلا الماتش اللي فات انا ما اصبرش عليه؟ يعني ما دي الناس برضو جمهور النادي الاهلي في الجزئيه دي بيسال، ما تصبر على حسين الشحات، ما تسيبه في الملعب شويه، ما تخليه الماتش قبل اللي فات قبل ماتش صن داونز. قبل صن داونز المدرب مع الناحيه الفنيه في ناحية اقتصادية للنادي كمان. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو نادي دفعت رقم ودي مهمة جدا، يعني لو دفعت رقم لازم انجحه لك واجيبه لك. الله ينور عليك. الله ينور عليك. الحاجة التانية المهمة
يعني خلينا ناخد قضيه حسين الشحات. ايوه يعني انت كمدرب ما انت هتفطس لي لعيب. يعني انا رمضان صبحي مثلا بيلعب ناحيه اليمين، قوه رمضان صبحي ناحيه الشمال، قوه حسين الشحات ناحيه اليمين. انت عشان تلعب اجاي ناحيه الشمال حلو جميل، لكن لو حسبت العمليه تلاقي انك انت بتبوظ المكانين. اجاي طرف مش سريع مهاري، هو قربه من الجون. رمضان لو دخلته جوه او لعبته ناحيه اليمين العدله بتاعته بايظه، فانت بوظت هنا وبوظت هنا. فانت حسين الشحات بامكانياته يبقى افضل من رمضان ناحيه اليمين، ورمضان بامكانياته يبقى افضل من اجاي ناحيه الشمال. فانت بوظت هنا وبوظت هنا، مع قربت الثقه من حسين. يعني حسين جاي نجم كبير، ايوه جاي برقم كبير، فيجب انك انت لازم تنجحه، لازم ينجح. هتقول لي على حساب الفرقه ومش على حساب الفرقه، لا هو مش لعيب قليل. يعني انت قلت كلمه مهمه، ليه ما تصبرش عليه؟ هو لعيب كبير، لو صبرت عليه الناس مش هتلومك. ما لازم تبقى انت مدرب ذكي، يعني ممكن تصبر على واحد اخر الجمهور يلومك انك صبران عليه، لكن حسين لا بالعكس. يعني مثلا من العدم مثلا جه للنادي الاهلي ازارو، مش كل الناس عارفه اصلا ازارو بيعمل ايه اصلا، ولعيب صغير وجاي من نادي كان صغير مش من الانديه الكبيره في المغرب. فانت بقى تلاقي الكابتن حسام البدري رغم انتقاداتنا الشديده جدا جدا لازارو، تلاقي الراجل كابتن حسام البدري عنده وجهه نظر فيفضل محافظ عليه لحد ما ازارو ده يبقى هداف الدوري، صبر عليه رغم الانتقادات الكبيره جدا من الاعلام ومن الجمهور. طبعا. طب ده انت عندك حسين الشحات لا منور ومكسر الدنيا وانت شايفه، يعني مش اللي هو جاي من العدم يعني. لا انت جايبه ليه؟ ما هو النادي الاهلي بيجيب لاعب ليه؟ عشان يزوده. بس الحاجه الثانيه قصه الكفاح الاعلى مع مانويل جوزيه، مع مين؟ فلافيو. فلافيو مثلا سنه ما جابش جون، دي قصه كفاح كبيره. فلافيو مع لانه في جون بس جيب ظهره اللي هو بظهر المحل ده. فانت بتتكلم على المدرب بيصبر على لعيب. بس هي المشكله بتاعت مدربين امريكا الجنوبيه دايما، خلي بالك، عشان انا قابلت ناس كتيره منهم في الدوري السعودي. مدارسهم كتير قوي هناك. هم لما بيقلب على واحد من وجهه نظره بيقلب عليه على طول. يعني ايه بقى؟ بمعنى ان هو لو ما اعجبش بابراهيم خلاص، يعني يفضل بيكون انطباع اولاني وانتهت القصه، انتهى الموضوع. ليه؟ بصلكش تاني. ما بيبصلكش تاني الا لو انت فرضت عليه. انا مش بتكلم على موضوع حسين، انا بتكلم على صفات المدرب بتاع امريكا الجنوبيه. لو انت والجمهور فرضوا عليه يفشله. يعني لا يفشله والله. بيعرفوا يفشلوا اللعيبه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انزلك واطلعك، انزلك مكان واحد جامد قوي. ما دي افكار بتوع امريكا الجنوبيه. دي سخافه دي. لا ما هم كده، ما هي هم كل بتوع امريكا الجنوبيه كده والله. انت اتفرج على كوبر لما جه ارجنتين برضه. كوبر كان حاطط في دماغه حاجه يدافع ان شاء الله لو لاعب بسلسل ليان، مع احترام فرقه سلسل ليان، ماشي يدافع، هيدافع. يلعب البرازيل زي لما بيلعب مثلا اوغندا. لو لعب البرازيل هيدافع، ولعب اوغندا هيدافع. ما هي دي افكارهم. هم ما عندهمش الحته بتاعت المرونه، وهم كمان ما بيقروش العمليه سريعه. دي حقيقه. يعني مثلا عايز اقول لك حاجه، الماتش الاولاني لعبوا بره وخسر في افريقيا. طب والتاني التالت الرابع اتعادل الماتش. يعني هو لعب اربع ماتشات بره. أيوة. في افريقيا. أيوة. خسر ثلاثه. ليه خسر ثلاثه؟ مش قدرات لعيبه، طريقه لعب. لا ومتعادل بشق الانفس كان قدام شباب الثوره. ده بهدف في الثواني الاخيره. يعني في الثواني الاخير كان هيتغلب. يعني ده اكبر دليل ان هو ما بيتعلمش من العمليه دي. يعني كل وقت وليه ادانه زي ما بيقولوا. حسين الشحات في الوقت ده انا عايز انجحه. طب لو فرض ان حسين ست، على فكره رحت لنقطه مهمه جدا. انت شايف ان المدرسه ديت مش مناسبه للنادي الاهلي اصلا؟ خالص اصلا. ارجع لنجاحات النادي الاهلي، تلاقي المان الجدية. صفاتنا الجدية. البرتغال مع مانويل البرتغال جوزيه. لا مانويل جوزيه ده راجل تقدر تقول على مانويل جوزيه ده راجل جه دخل جوه ترس لو كان جنسيته اي جنسية في الدنيا، لان هو فكره كده. مانويل جوزيه كان بيلعب على شخصيتك.
ولان البرتغاليين زينا فاهميننا، امريكا الجنوبيه زينا برضو بس بطريقه اخرى، لكن البرتغالي شرس اللي انت بتحبها اللي انت بتخاف منها، ما هو اللاعب المصري لو ما بقتش عليه شرس ممكن يعني يبوظ لك الدنيا. ما شاء الله عليهم. ليه بقى؟ علشان هم طول الوقت خدوا على كده، ولان في حاجه مهمه الاداريات معاهم غلط من البدايه وحتى غلط وما في النهايه، فهتلاقي واحد طالع بيتدلع وهتلاقي واحد طالع مش عارف. عندنا افضل لعيبه انتهوا في الكره بسرعه من مخهم وادارياتهم. الاداري ما بيعلمش، يمكن يعني ده مش تحيز بس انا بكلمك بمنتهى الامانه، يعني ما الناس ما تقولش ان انا عشان اهلاوي بقول الكلام ده. طول عمرنا نجاحات اللعيبه بتاعه النادي الاهلي بتبقى كتيره من الاداره، ممكن تكون اقل فنيا لكن ينجحوك قوي من شغلك ويعلموك الالتزام ويعلموك الفكر. اللي بتلاقيه بايظ في النادي الاهلي بمعنى البوظان تلاقيه يخرج بره، يخرج بره بسرعه. ولكن العصر اللي احنا فيه ده بقى الموضوع يعني الاحترافيه دي خلت اللعيبه تبقى تتغير بتغير اخر. يعني انا مش عايز اخش في الموضوع ده لان الموضوع شائق جدا. ممكن لعيبه بتبقى اسعارها اقل كتير قوي من امكانياتها، ولعيب اخر في نفس الفرقه يبقى لعيب سعره هو احسن كتير قوي سعره اقل. دي بتيجي منين؟ من التسويق. فانا بتكلم على الكره المصريه وليس النادي الاهلي في الموضوع ده. يعني بص تلاقي لعيبه وخلي بالك واخده اكبر من حجمها ولعيبه مش حقها، اللعيبه بقت متشابهه. اوعى تقول لي مثلا عندنا 15 16 لعيب مختلف، احنا عندنا صلاح مختلف. نقول صلاح مختلف كم لعيب مختلفين هم مع يعني معدودين على الصوابع الايد، يعني صوابع الايد دلوقتي انت بتجامل. قال له اللعيبه كلها شبه واحد، قال له ازرق لبس احمر، قال له احمر لبس ابيض، هتلاقيهم اللعيبه هي القلب بس. علشان كده الناس مثلا شايفه فرجاني ساسي في حته تانية. طبعا هو في حته تانية طبعا، لانه الطريقه دي بقى لها كتير، يعني الشكل ده من الاداء بقى له كتير جدا ما جاش. مختلف يعني حاجه حلوه. زي مثلا عندك رمضان صبحي لما بيلعب لما بيبقى كويس بيبقى حاجه تانية، او كابتن لما كان تريكا موجود، او لما كان حازم امام موجود، تمام، اللي هي عبد الستار صبر الحلويات اللي بتقول لا عشان الناس بس ما تروحش دماغها ان احنا بنتكلم على الحريفه بس. لا وكمان محمد شوقي تعال شوف احمد حسني عبد ربه، تعال شوف. انا بكلمك على ناس اقوياء بقى بيلعبوا بالجديه بتاعتهم، وائل جمعه، تعال شوف عماد متعب، تعال شوف الناس اللي هي كانت جده في بدايته، ميدو، احمد حسن، احمد حسن وميدو والناس دي كلها. يعني احنا بنتكلم على في سمات وفي صفات. انت بتتكلم سمات دي مهمه جدا، وانت بتتكلم في مجموعه. بص انا قلت قد ايه، سمي لي لعيبه الايام دي، يعني حسام عاشور. بص انت كل اسم يا كابتن حضرتك ذكرته واتكلمنا فيه فرقه بشخصيته، يعني انت بتشوفه بتشوف شخصيته في الملعب عامله ازاي. يعني ولذلك فعلا الموضوع حتى على مستوى مصر كلها المواهب والامكانيات والشخصيات عامله. احمد فتحي، حسام عاشور، مختلفين تماما. مختلفين في شخصيتهم وقوتهم وجدعنتهم والحاجات من دي، ريحه بركات هم موجودين. يمكن حسام عاشور ده نجح لعيبه كتير قوي في مصر، نجح طرق لعب للمدربين جم النادي الاهلي، نجح بطولات النادي الاهلي خدها. يعني ده اللعيب ما انساش حد، ما انساش لعيب مهم جدا في النادي الاهلي، وليد سليمان. لا وليد ده حاجه، وليد ده بقى من الحاجات الحلوه. انت تتكلم على وليد من الحاجات الحلوه. صحيح. جاهز للسبوره؟ اتفضل. جاهز؟ نلف. يلا بينا نلف. نبتدي بقى الاول بنعم ولا. ندمت على تدريب سموحه، نعم ام لا؟ لا. لا. تعرضت لمؤامرة خلال تدريبي لسموحة، نعم أم لا؟ مفيش حاجة بين البنين. أقول بين البنين. بين البنين. بين البنين. نص مؤامرة يعني؟ لا مش مؤامرة قد ما هي لعيبة كارهة نفسها في مجموعة. لعيبة؟ كارهة نفسها في مجموعة. وبكرة نشوف يعني. ده في حاجة عايز تقولها بس مش عايز تقولها؟
ولا هتقولها لا انا دايما احافظ على الفرقه اللي اشتغلت فيها عشان الموسم ينتهي بعد الموسم. ماشي. قطاع الناشئين في الاهلي الافضل في مصر طول عمره. نعم. بدليل. نعم طبعا بدليل. استعد قطاع الناشئين في امبي جامد. بص جامد. هقول لك حاجه مهمه قوي. قطاع الناشئين في النادي الاهلي بتبص تلاقي انت بتلعب ماتش المصري قدام المحله فتلاقي دي نص قاعده كده يا كابتن. هتلاقي ست لعيبه وست لعيبه من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ولكن عندك مشكله ليه ما بيتصيدش قطاع الناشئين قوي؟ لان اللعيبه اللي بتطلع ما بتطلعش النادي الاهلي ما بيصبرش عليهم. ليه؟ يعني انا عاوز اقول لك حاجه، من افضل لعيبه الدور الثاني في الدوري المصري احمد ياسر ريان واحمد حمدي في الجونه، ودوا الجونه حته تانية. دي حقيقه يعني. ده حقيقه. هم دول ما كانش بيلعبوا في النادي الاهلي لان النادي الاهلي عنده نجوم كتير وما بيصبرش. تمام. عمار حمدي افضل لاعب في الاتحاد السكندري وفي الدور الثاني وراح منتخب مصر. طب ده ما كانش شغل حلو كمان وده ما كانش بيلعب في النادي الاهلي الفتره دي. فالنادي الاهلي ما بيقدرش ان هو يلعب ناس كتير، فعشان كده يقول لك ما فيش في قطاع الناشئين حد بيطلع، رغم ان النادي الاهلي عدده كبير قوي من اللعيبه اللي بيطلع. صحيح. ما بس مع الوضع في الاعتبار عشان الناس ايه بيستنوا في كل حاجه عمار حمدي جاي للاهلي من لا انا بتكلم عمار حمدي مش ناشئ. انا بتكلم عمار حمدي نجم كبير. عمار حمدي دلوقتي في منتخب مصر الاول ما كانش بيلعب اساسي في النادي الاهلي. صحيح. التدريب في مصر بالكفاءه؟ لا. بالايه؟ بالجدعنه. بالجدعنه؟ اه. ماشي. سموحه احد الفرق الثلاث الهابطه هذا الموسم، نعم ام لا؟ لا 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 لا، سموحه عمرها ما تهبط ان شاء الله، لان عندها مقاومتها وعندها رئيس نادي بيحب نادي قوي وراجل مخلص جدا، فمش مش هتنزل ان شاء الله. وهو ما يستاهلش ان تنزل الفرقه لانه هو تعب، رغم انه ممكن يكونوا انا دايما بقول اي رئيس نادي في الدنيا لما بيجيب المدربين هم اللي يتحملوا المسؤوليه. بيقولوا تدخل مش تدخل، الراجل ده ما بيتدخلش بجد، انا بكلمك بمنتهى الامان. سيدك الاهلي ودع بطوله افريقيا قبل مباراه العوده، نعم ام لا؟ يعني بالعقل وبالعاطفه لا، لكن باللي حصل ممكن اقول لك الفرصه قلت كتير قوي، فنخليها ان شاء الله. لا ان شاء الله مش هنودع البطوله. ماشي. يبقى لا. الزمالك الاقرب للفوز بالكونفدراليه، نعم ام لا؟ اتمنى. اتمنى لان نعم. الزمالك بيمثل مصر. انا بحب الناس المحترمه المتزنه. لا انا الزمالك اشجعه وهو بيلعب في افريقيا يعني جدا. لكن في الدوري علشان ان عاوز الاهلي ياخد الدوري ما شجعوش. كلام منطقي يعني، كلام منطقي. بس هقول لك حاجه، انا لو كنت مع سموحه قابلت الزمالك او قابلت الاهلي هفضل العب قدام الزمالك زي ما هلعب قدام الاهلي، واتمنى ان انا اكسب الاهلي واتمنى ان انا اكسب الزمالك. دي قصه منتهيه. لكن لما اجي اتفرج على النادي الزمالك في افريقيا لا بشجعه، وبقول علنا يعني عاوزه يكسب. جزئيه مهمه جدا، جروس افضل من لاسارتي، نعم ولا لا؟ بالنتائج بالنتائج نعم. رغم ان في الدوري لاسارتي افضل من جروس في اخر 9 مباريات، لكن انا بتكلم على المباريات الصعبه بتاعت افريقيا. اجري اعاد هويه منتخب مصر مره اخرى؟ لسه بدري ان احنا نقول الكلام ده. لسه بدري. لسه بدري. ماشي. لان في بطوله افريقيا هشوف هنشوف الفكر اللي هو عمله ايه. لانه برضو خلي بالك بطوله افريقيا دي ضغط عصبي كبير عليك. انت لو بتلعب بره مش مطلوب منك بطوله، لانك انت تاني افريقيا السنه اللي فاتت وكنت ممكن البطوله اللي فاتت كنت ممكن تاخدها. انت عندك البطوله دي على ملعبك وفي وسط جمهورك، فالضغط هيبقى عليك قوي. هنشوف بقى الفكر ان شاء الله. صحيح. تحكيم هذا الموسم تحكم في ترتيب بعض الفرق ببطوله الدوري؟ تماما. نعم نعم. ماشي. ولكن عشان بس نبقى متفقين، انا دايما ما بشككش بذمه الحكام. ولكن عايز اقول لك حاجه، احيانا العاطفه واحيانا عدم الجديه واحيانا عدم الفكر، او ممكن يكون حكم قليل. العاطفه دي كارثه.
ايه؟ عاطفه دي بكارثه. لا ده فيه عاطفه دي يعني بيشجع، يعني حكم بيشجع. لا مش بيشجع يعني، يعني هو عايز يكسب الفرقه على التاني عشان هو احنا 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 حكامنا على فكره من افضل الحكام. يعني انت بتشوف الحكام اللي بيجوا في الدوري المصري دول من الاجانب تعبانين يعني، قليلين جدا على حكامنا. والله على راي المهندس فرج عامر قال لك الحكام الاجانب اللي هم الاوروبيين اللي بيجوا فرز تاني. لا فرز ثالث كمان، لانك ما تعرفش تجي الفرز الاول بيلعب اوروبا وبيلعب مش هيقدر يجي لك يعني. لكن انا بكلمك على حكامنا لو ينسوا الالوان هيبقى حكام جامدين قوي. ماشي نروح بقى اخر سؤال في نعم ولا. منتخب مصر مش المرشح الاول للفوز ببطوله الامم؟ اكيد طبعا، لان في فرق المغرب وفي السنغال، في فرق كتير يعني بطوله مش سهله، ولكن انت من ضمن المرشحين طبعا. بطل الدوري الموسم ده مين؟ اهلي زمالك بيراميدز؟ لا لا تمني وفنيا في الفتره الحاليه. واحد من هذه الفرق هو الاقرب للهبوط، سموحه داخلها امبي. والله انا قلت ان سموحه مش هينزل وداخليه وامبي. انا شايف انه ممكن فرصه امبي في البقاء افضل. افضل ماشي كده واضح، تبقى الداخليه. اللي بعده، رحيلي عن سموحه بسبب فني اداري او سبب اخر؟ ممكن يكون سبب اخر. ماشي بس سبب يعني استعجال، مش سبب مش معلن يعني. هو ماشي. كان استعجال، انا بعتبره استعجال من الـ من الـ من الاداره يعني. ماشي اللي بعده، رحلت عن الاهلي لسموحه بسبب العرض المادي القوي، رغبتي في التدريب بالدوري الممتاز، شعوري بعدم الارتياح. لا رغبتي في التدريب بالدوري الممتاز طبعا. رغبتك رقم 2، لان عدم الارتياح في النادي الاهلي ده انت ما انا ما بلاقيش نفسي الا في النادي الاهلي يعني. احنا النادي الاهلي ده يعني عايز اقول لك حياتنا كلها يعني. واقول لك حاجه، والنادي الاهلي اللي جابني هنا عشان اقعد قصاده ده شرف لينا يا كابتن. الله يخليك. افضل لاعب مصري في الدوري ده مين؟ رمضان صبحي ولا عبد الله سعيد ولا كهربا؟ في الدوري ده خلي بالك ان فيهم لعيبه اتنين جم في وقت يناير يعني، رمضان وعبد الله. رمضان وعبد الله، لكن انا شايف بالانتاج كهربا كان اكتر منهم انتاجا عشان لعب اكتر. يبقى كهربا. القرار الافضل للاهلي بعد خماسيه صن داونز كانت ايه؟ اقاله لاسارتي ولا تجديد الثقه ولا استمراره بشكل مؤقت؟ والله بص اخر سؤال، الاولانيه ما مش الاهلي ده. الثانيه ممكن، الثالثه برضو مش النادي الاهلي يعني، ممكن تكون الثانيه تجديد الثقه. تجديد الثقه لاني ما عرفت بالنادي الاهلي كده ما بيستعجلش، بس بيتهيألي اخر الموسم هيتفسح. طب ما اخر الموسم آخر ما هو عقده لاخر الموسم، ما فيش مدرب بيبقى عقده سنتين وثلاثه، ما فيش الكلام ده. اولا انت بالانتاج والانجاز انت ممكن تقعد اسبوع واحد يعني. ما هو احنا مش زي مثلا اوروبا، ممكن تكون انت هتخلص 2020 مثلا يقولوا لك لا قبليها في 2019 يقول لك تعالى جدد لغايه 2025. ده اوروبا. لكن في مصر هنا انت ممكن يقولوا لك بعد ثلاث ايام ممكن يعني تعالى اقعد معانا حد من قعدك سبع. انت عارف ان في مدربين بيقولوا يا رب الفتره اللي جايه قبل لما الدوري يتوقف شهر ما نكونش مشينا قبل الشهر عشان نبقى كملنا شهر ونعدي شهر. والله بكلمك بمنتهى الامانه. عشان يبقى ضامن شهر مرتب. لا هو مش مرتب قد ما مده اطول. يعني مثلا تيجي انت تقول ايه، انا قعدت في الدوري 134 يوم، وفي واحد يقول لك قعدت 35، بقى انجاز انك تقعد 3 شهور 4 شهور. حاجه عظيمه يعني، حاجه عظيمه. مش الانجاز انك تعمل انجاز، الانجاز انك تقعد اكتر. صحيح. علشان كده بقول لك مثلا في مدربين عاملين انجاز كبير يعني. انا بحيي انبي على فكره. يعني انبي رغم الـ مش ده انبي يعني، انبي ده من الفرق العظيمه في مصر يعني، ده حقيقه. بالعكس انبي عامل نتائج مبهره. بص محتفظ بعلي ماهر الى الان يعني، رغم ان النتائج قد ايه لكن محتفظ بيه، دي حاجه جيده.
انا مبسوط ان انا متفقين ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل تحياتي، شرفتني ونورتني واستمتعت جدا بيك كابتن. لا انا سعيد بيك طبعا، وانا ببسط ان انا باجي لك وانت حاجه كبيره، والله يكرمك واشكرك واشكر الساده المشاهدين. ربنا يخليك يا رب، شرفتنا ونورتنا. نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن كان في ضيافتنا النهارده في حلقه محترمه جدا ومميزه. بشكر حضراتكم طبعا، شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد لو كان في العمر بقيه الساعه 11. صباح الف خير، سلام عليكم.